إذن إلى تحليل التوقعات المتعلقة بالدربي النجمي والأنصار على ملعب المدينة الرياضية. كابتن جمال مساء الخير. تشكيلة النجم اليوم كما هو متوقع بغياب عباس عطوي، على السريع بترك لك كيف ممكن يتحرك فريق النجمي بالشوط الأول من مباراة اليوم؟ لا شك أنه مباراة مفصلية لفريق النجمي، كذلك بالنسبة لفريق الأنصار، خاصة مع الفريق من المنافس اللدود لفريق النجمي هو الأنصار، وبعد النتائج المخيبة للأمل. النجمي حيلعب اليوم بنظام 4-3-3، غياب الكابتن عباس عطوي اليوم على التشكيل، ودخول بلانيتش بقلب الدفاع بيتر بلانيتش لأول مرة مع حمزة سلامة كأساسي 4-3-3. اليوم المفروض من فريق النجمي بالدفاع يكون في، طبعا هيك مباريات بيغلب عليها الصراعات الثنائيه، في دور كبير لبشار مقداد من ناحيه دفاعيه على ربيع عطايا. بده بشار رح يكون عم يتحرك لقدام، صحيح حيتحرك لقدام، لكنه حيكون عنده نصار هو التكجي، حيكون عنده نصار وربيع عطايا، فبالتالي لازم يكون اثنيناتهم متقاربين كثير بالحالتين الدفاعيه والهجوميه، ما لازم يترك تكجي بحاله الدفاعيه بشار لوحده مع انطلاقات نصار. من الجهه الثانيه عندنا الحمود والكوفي، بعتقد هون حتكون اقل، هون حتكون اكثر هجوميه لتواجد حسن شعيطو برايي مع فريق الانصار ليدافع على كوفي وساعد القرحاني على كوفي وحمود بهذا الثنائي. نقطه اخيره هي حمزه سلامه وعبد الرزاق. عبد الرزاق حيكونوا اثنين هن لاعبين بنفس الوقت قادرين يكونوا عند الحاويه، يكونوا لاعبين ارتكاز او صانعين العاب او يساندوا من ناحيه الناحيه الهجوميه. فبالتالي الفريق النجم اليوم المطالب دائما على طول اهم من هذا كله، دائما انه يكون الخطوط تاعيته متقاربه حتى يقدر ما يلاقي مساحات. جمال، هذا بالشكل العام بالنسبه للنجمي. بعد بدي اسالك بكثير وضوح، شو توقعك لاثر غياب عباس عطوي عن التشكيله؟ طبعا غيابه كثير مؤثر، لانه صار بالفتره الاخيره هو دائما معود انه يكون متواجد، خاصه مباريات الخبره ومباريات الديربي مثل مباراه الانصار. بهذه الظروف بتحتاج للخبره، بتحتاج للقياده، لكنه اللي بيعود هو العمل المجموعه. برايي النجمه مطالب انه نشوف في اسماء، رغم غياب عباس عطوي في اسماء بنادي النجمه، في اسماء اكثر من فريق الانصار، في خطوط اذا بتجي خط بخط فريق النجمه متفوق نسبيا على فريق الانصار، لكنه ينقصوا العمل الجماعي بالناحيتين الدفاعيه والهجوميه، بينقصوا الحلول الهجوميه، السرعه بالاداء لحتى يسجل. يعني فريق النجمه خلال مبارتين بسجل هدفين مع تواجد هذه النجوم الكبيره بالفريق. قبل ما نحكي عن الانصار على الارض، خلينا نحكي عن الانصار بالشكل العام. جمال، الانصار اليوم بده يغيب عنه لاعبين اساسيين، المهاجم الموريتاني مولاي خليل وعلاء البابا للاصابه، ويمكن بال11 مثل ما فهمنا من ابراهيم ال11 اللبنانيه، صحيح، حتى يعني برونو ريمي على مقعد المقابل، يعني هون حتى هون على الاثاث كمان غايب. قديش مؤثر هالموضوع؟ الانصار عندهم غيابات كثيره بالفريق، لكنه هن خارجين من فوز معنوي كبير مع تضامن صور، ولو انه وضعهم الفني مش مرضي، لكنه بنشوف من خلال تشكيله فريق الانصار هون، هل الانصار بعكس النجمه حيكون حيشتغل كمنظومه مع هدول اللاعبين اللبنانيه؟ تواجد كوجوك وحسن شعيطو بالاضافه لعمر عويض ورطان بيعطي اضافه حيويه لفريق الانصار، بيعطي شكل تكتيكي، شكل دفاعي اكثر للفريق، حيكون مزعج ومقلق لفريق النجمه من ناحيه الرقابه او الانقضاض او السرعه، بالعكس ما فريق النجم اللي حيكون. طبعا تابع جمال، بس بهالوقت نحن عم نشوف دخول الفريقين لارض الملعب، ورح نكفي مع بعض يعني بعد حوالي دقيقه قبل ما ننتقل مباشرة بالكامل لأرض الملعب، تفضل. فبعتقد انه فريق الأنصار عنده مشكلة بخط الدفاع، خاصة بقلب خط الدفاع بالوسط الدفاع، لازم فريق النجمة يشتغل على 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 هذا العمق الهجومي تاعه لحتى يقدر يضرب دفاعات الأنصار. بالتالي كمان نفس الشيء، النجمي عنده مشكلة بخط الدفاع وخاصة بوسط الدفاع، هل بيتر تواجده حيكون حل للمشكلة؟ جمال، معك نص دقيقة حتى تقدر تفرجينا كيف رح تكون حركة الأنصار على الميدان. الأنصار بعكس النجمي حيلعب بأربعة 4-2-3-1، ووجود ورطان وعمر عويضة اليوم إضافي للفريق على المستوى الفني، حسن شعيطو حيكون كتير دوره مساعدة لاعبين خط الوسط لانه بيملك الرشاقة والحيوية، بالاضافة للكوجوك اللي بده يقلق مدافعين النجم كثير بتحركاته من الناحية الدفاعية، ربيع عطايا هو اللي حيكون هو نصار برأيي حيحاولوا فريق الانصار انه ربيع عطايا ونصار يكونوا يشكلوا الثنائي اللي بيضرب دفاعات فريق النجمة. جمال، ويحاولوا يوصلوا ويخلقوا العديد من الفرص. شكرا، نأمل بمتابعة مباراة مثيرة، ديربي النجمي والانصار،
من ملعب المدينة الرياضية إلى هناك بتعليق محمود ترحيني وإلي السيس. جدا من معقل الفريقين عم تقام المباراة المرتقبة ويلي من المتوقع أن تكون ملتهبة ونارية بين الطرفين، وخاصة وضع النجم الغير مستقر مع انطلاق البطولة، تعادل أمام الرسنج 1-1 وخسارة أمام النبشيت بالأسبوع الفائت 1-2 برصيده فقط نقطة واحدة. أما الأنصار يلي خسر أمام السلام زغرتا بنتيجة كبيرة 2-5 وحقق فوز بشق النفس على التضامن صور بنتيجة 3-2، هالشي بيعني أنه كل فريق رح يسعى للفوز بالنقاط الثلاثة. الأنصار الأكيد ما عم بفكر بالتعادل، والنجم نفس الأمر، لأن ببساطة التعادل كأنك يا أبو زيد ما غزيت فعلا. يعني يمكن اليوم النجم ممكن مطالب أكثر من الأنصار بالفوز، مع أن مباراة الديربي ممنوع الخسارة للفريقين، ولكن النجم مطالب أكثر بالفوز مع أنه معه نقطة وحيدة ببداية دوري ألفا مقابل 3 نقاط للأنصار. ظهرت تشكيلته أمامنا على الشاشة، حسن مغنية بحراسة المرمى، محمد قرحاني من الناحية اليسرى، معتز بالله الجنيدي وأنس أبو صالح ثنائي خط الدفاع، نصار نصار من الناحية اليمنى، محمد سباعي ورطان وعمر عويضة لأول مرة بالتشكيل الأساسي للمدرب زوران. عم نشوف عمر عويضة بخط الوسط، محمد عطل من أمامنا، ربيع عطايا قائد الفريق بهالمباراة من الناحية اليمنى، شبريكو عائد من الإصابة، ومحمود كشك كقلب هجوم للكتيب الخضراء بمباراة اليوم للمدرب الصربي زوران بيسيتش. أهم الغيابات مولاي وعلاء البابا، وتشكيلة النجم أيضا الظاهرة أمامنا على الشاشة، أحمد تكتوك بحراسة المرمى، بشار المقداد، قاسم الزين، بيتر بلانيتش، ومحمد حمود من الناحية اليمنى، محمد شمس بوسط الملعب، عبد الرزاق حسين، حمزة سلامي، خالد تكجي، نيكولاس كافي، وأكرم مغربي. إذا عم نشوف استراتيجية المدرب تيتا فاليريو على الشاشة أمامنا. إذا اليوم مباراة يعني يمكن ما بتخضع كثير للأرقام التاريخية بلقاءات الفريقين، هي مباراة خاصة، يمكن اليوم مباراة إلى خصوصية ما بين الأنصار والنجمة، لأنه مثل ما ذكرت بالبداية وضع الفريقين أبدا منه وضع مريح. النجمة فقط نقطة واحدة كان عم بيحقق أمام الرسنج، والأنصار كان حقق 3 نقاط أمام التضامن سور. بغض النظر عن الأرقام التاريخية رح نتحدث عنها فيما بعد، اليوم الطاقم التحكيمي رح يقود مباراة اليوم الحكم الرئيسي حسين أبو يحيى، الحكم المساعد الأول ربيع ميرات، والحكم المساعد الثاني محمد رمال، والحكم الرابع علي سلوم. هيدي لحظة انطلاق إذا المباراة بعد إشارة الحكم الرئيسي حسين أبو يحيى، عم يعطي إشارته لانطلاق الديربي رقم 113 ما بين الأنصار والنجمة. كرة عم تتحرك من وسط الملعب والكرة إلى خارج أرض الملعب، رمية التماس وأولى رميات التماس بمباراة اليوم. محمد قرحاني أيضا عم بيشارك بهاللقاء، كان هناك بعض الحديث والشكوك يمكن حول مشاركة محمد قرحاني بعد الإصابة الكبيرة اللي تعرض لها بمباراة التضامن سور. واضح تماما من بداية الثواني الأولى في رغبة كتير كبيرة اليوم عند الأنصار والنجمة لتحقيق الفوز بلقاء اليوم. ظروف المباراة صعبة على الفريقين صراحة، صعبة ظروف المباراة، وهذا واحد من اللاعبين يلي ممكن يكون حاسم بلقاء اليوم. عم بتحدث عن نجم الأنصار ربيع عطايا، واحد من اللاعبين الأبرز بتشكيلته لزوران بيسيتش، وأيضا بالجهة المقابلة واحد من اللاعبين يلي بيمتلك ذات المهارات، عم بتحدث عن خالد التكجي. أبرز غيابات النجم اليوم قائد النجم عباس عطوي، اللاعب الأكثر مشاركة في مباراة الديربي، 25 مشاركة لعباس عطوي، منه موجود بتشكيلة فريقه اليوم بعد الإصابة اللي تعرض لها بالتمارين. هل إصابته قوية لربيع عطايا؟ ممكن إذا كانت إصابته قوية لربيع عطايا رح تكون ضربة قاسية جدا المدرب زوران، وضربة للأنصاريين أيضا بيعتمد عليه كتير منيح بشكل كتير كبير. خسارة كبيرة أكيد للمباراة وللديربي لكل المتابعين وللأنصار تحديدا. واحد من اللاعبين اللي بنحب نشوفه دائما على أرض الملعب، عم نشوف بالإعادة هذا التدخل كان من الدولي السوري عبد الرزاق حسين. ألف سلامات لنجم الأنصار ربيع عطايا. سلامات أكيد أيام ربيع الحتابة، يعني
غياب لاعب مثل ربيع رح يأثر بشكل كبير خاصة بغياب الأجانب. روح رياضية عالية وأخلاق عالية عند الدول السورية. عبد الرزاق حسين يلي كان عم يقبل ربيع عطايا على رأسه. محمود غياب أجانب الأنصار عن اللقاء. تشكيلة اليوم لبنانية. لبنانية كاملة. فعلاً هيدا العلامة الفارقة بمباراة اليوم، تشكيلة لبنانية عم بيخوض فيها الأنصار مباراة الديربي. هيدي الكرة الأمامية داخل منطقة الجزاء ممكن الخطورة تكون كتير كبيرة، إنما خروج عم بيكون لأحمد تكتوك عم يلتقط الكرة بسهولة. اليوم حارس مرمى النجم هو أحمد تكتوك منه ربيع الكاخي. أحمد تكتوك بيلعب كرة لعب بشار المقداد. بدنا ننسى قليلا الارقام التاريخيه ونروح لاجواء المباراه اللي هي من المفترض تكون مشتعله من بدايتها مع معتز بالله الجنادي بيلعب كراته الخلفيه بتوصل لعند حسن مغنيه كراته الاماميه. انما دفاعات النجم عم بتكون حاضره اليوم. اول ظهور عم بيكون للصربي بيتر بلانيتش لاعب النجمه. هذا اول ظهور المدافع بيتر بالوقت. هناك هجمه انصاريه من بدايه اللقاء. الانصار بده يحاول مباغتة النجمة. مين رح يفوز بمباراة اليوم؟ هل هو رح يكون السباق بالتسجيل؟ بالوقت هناك انطلاقة نصار يبكي الكرة داخل أرض الملعب. نصار بيحاول يمر بتنقطع كراته مبشر المقداد. يعني الجهة اليمنى الأنصارية رح تكون مشتعلة مع ربيع عطايا وأيضا مع نصار. وهذا خطأ جديد. هيدا خطأ جديد لمصلحة ربيع عطايا وأول بطاقة صفراء من نصيبه لعبد الرزاق حسين. واضح علامة استفهام. واضح حسين ابو يحيى قال له اول مرة وثاني مرة علامة استفهام. ليش عبد الرزاق حسين بالمرة الأولى بده يرتكب الخطأ، بالمرة الثانية لازم يكون عارف كثير منيح الدول السوري ارتكابه للخطأ على ربيع عطايا. هالشيء بيعني هناك بطاقة صفراء. هالشيء بيعني رح يكون هناك بطاقة صفراء كانت من نصيبه لعبد الرزاق حسين. مبكرة كمان البطاقة بعد مرور فقط 3 دقائق على بداية اللقاء. أصلاً ربيع عطايا واحد من اللاعبين بالوقت هناك الكرة بتتنفذ لداخل المنطقة. ربيع عطايا واحد من اللاعبين اللي بيخلي يضطر أي لاعب يمكن يرتكب عليه الخطأ. أي لاعب عنده مهاراته لربيع عطايا رح تكون مهمة صعبة لكل لاعب بيكون إلى جانبه. هيدا هو جمهور النجمة الكبير اللي عم بيتابع لقاء اليوم بأعداد كبيرة. اليوم جمهور النجمة عم بيتابع مباراة فريقه على الرغم من خسارته الغير متوقعة كانت أمام النبشيت بالأسبوع الماضي 1-2. على الرغم من هيك جمهور النجمة منه زعلان من نتائج فريقه، بالعكس عم يوقف خلف فريقه. هيدي هجمة أنصارية، الانطلاقة بالهجمة المرتدة بتتوقف. هيدي الكرة لمصلحة النجمة. نيكولاس قفي بيحدي كرته الخلفية محمد شمس. هيدي الكرة للأمام باتجاه خالد التكجي. ما بمر خالد التكجي أو ما بتمر الكرة على لخالد التكجي. أيضا مع خالد وسط الملعب ممنوع يخسر الكرة. خالد التكجي بيلعب كرات الأمامية طريقة الوان تو. التدخل الدفاعي عم بيكون حاضر من نصار. تعود الكرة مباشرة لعند نصار مش لوقت طويل. خالد التكجي بيعيدها لعند عبد الرزاق حسين. محمد شمس إذا تحدثنا عن أبرز غيابات النجمة بمباراة اليوم اللي هو عباس حطوي، أيضا بالجهة المقابلة إصابة كانت مفاجئة بالتمارين أول من أمس. كان أصيب نجم الصفا السابق نجم الأنصار الحالي علاء البابا القادم من الصفا عم بيغيب عن لقاء اليوم. صرح عبر صفحته على الفيسبوك صراحة تصريح حزين كان لعلاء البابا عدم مشاركته بمباراة الديربي اليوم. كان بيأمل أنه يكون عم بيشارك هالمباراة بالوقت اللي كان هو صغير السن يتابع دائما مباريات النجم والانصار. كل الجمهور اللبناني دائما متابع لهيك نوع من المباريات. هيدي كره بوسط الملعب ايضا مع الانصار. الاعتماد على التشكيله اللبنانيه، هل بامكان اليوم رجاله لزوران تحقيق نتيجه ايجابيه بالوقت هناك؟ الكره الاماميه خطيره للمحاوله الانصاريه، ممكن الخطوره تكون كثير كبيره لما الكره طالت عن شبريكو. ايضا شبريكو كان هناك شكوك حول مشاركته بمباراه اليوم. اللاعبه اللي تعرض لحادث سير وقام بالسلامة الحمد لله وعاد إلى التمارين مثل علي السعدي أيضا تتعرض لحادث سير. الحمد لله على السلامة للشباب وأيضا الحمد لله على السلامة لقلب دفاع فريق الصفا. 6 دقائق إذا على بداية اللقاء. النتيجة لا زالت سلبية مع نيكولاس قفي بيضطر يعود لمنطقة النجمة ليحصل على الكرات. هيدي انطلاقة نيكولاس بشق طريقه لنفسه واحد من اللاعبين المميزين لاعب الاجتماعي السابق. إنما بيخسر الكرة بيعود الكرة أيضا ومجددا لمصلحة الأنصار محمد عطوي. تنقل الكرات بشكل سهل مع امكانيات ربيع عطايا. ربيع بمر بيتعرض لخطا، تخيلوا هيدا ثالث خطا لمصلحه ربيع عطايا. بده ينتبهوا لاعبي وسط النجمه محمد شمس خطا ثاني اكيد رح ياخذ بطاقه صفراء. حتى على الورق وسط
النجمي هو يعتبر من المفترض يكون افضل من وسط الانصار بضم عبد الرزاق حسين الدولي بالاضافه الى حمزه سلامي صاحب الخبره الكبيره وايضا محمد شمس واحد من اللاعبين المجتهدين بوسط ملعب النجمي. شوف حسين ابو يحيى عم يطلب من كوفي امام تهدئه الامور. عمر عويضه كمان وانس ابو صالح والليزر موجود وحاضر بالمباراه بوقتها تسديده بعيده المدى وانما التسديده عم تروح الى خارج الملعب ركله مرمى لمصلحه النجمي. 7 دقائق مروا من زمن اللقاء والنتيجه سلبيه انما واضح مباراه سريعه عم تكون بين الطرفين. حضور الجماهير ايضا مميز الظاهر على الشاشه يعني بتصور لو هيدا الجمهور كان بمواجهه الكاميرا مباشره لكان اكيد عبى منتصف الاماكن المخصصه بمنتصف المدينه الرياضيه هيدا امر واضح ولكن هيدا هي الاماكن المخصصه للجمهور النجمي. عمليه اصلاح للشباك من قبل الحكم حسين ابو يحيى ايضا بالجهه المقابله جمهور الانصار باعداد فعلا يعني هذا يمكن اكبر عدد لجمهور الانصار بهالموسم بيحضر رغم انه فريقه كان وصل الى نهائي كاس النخبه انما بيعرف كثير منيح جمهور الانصار نتيجه هالمباراه اليوم هي نتيجه قد تكون مفصليه للفريق الاخضر. مطالبين بالفوز الانصار اذا وصلوا النقاط السته بعد نهايه هالمباراه رح تكون الامور مثاليه لزولان بيسيتش فوزه الثاني تواليا وبالتالي بانتظار نهايه المباراه والدقائق التسعين هل رح يفوز النجمي فوزه الاول بهالموسم الكروي ام انه الانصار له راي اخر على الكره طويله الى خارج ارض الملعب. اول مشاركه ايضا للاعب الظاهر على الشاشه لاعب الصربي بيتر بلانيتش قلب دفاع النجمي بهالموسم ورا ايضا بيلعب الكره بالكعب لعند انس ابو صالح. دخلنا على الدقيقه التاسعه والنتيجه سلبيه التقدم معتز باللاعب الجنيدي بمنتصف الملعب معتز بعيد الكره لزميله بخط الدفاع انس ابو صالح كرته الطويله الامام شوفوا الكره بالكعب تمريره ولا اجمل مجددا ولكن تمريره خاطئه من نصار نصار. بشار المقداد على الكره خالد تكشي خالد بيرتد للخلف بمر بمهاراته ولا مرور يا خالد وبيرتكب خطا خطا بيقول حكم المباراه حسين ابو يحيى على خالد تكشي. ربيع عطايا مجددا عم بيحصل على الخطا، الخطا الرابع على ربيع عطايا من بدايه المباراه، تتصوروا 9 دقائق على بدايه المباراه 4 اخطاء كامله على ربيع عطايا، اخطر لاعبي الانصار بدون ادنى شك ببدايه هالمباراه، ربيع على التنفيذ بيلعب الكره على مشارف منطقه الجزاء التسديد الكره عم تصطدم بدفاع النجمه وبتعود مجددا، ربيع عطايا بدنا نقول كثير هالاسم بهالمباراه بمرر للناحية اليمنى نصار 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 بيلعب الوانتو لا بفضل تحضير الكره العطوه بيعكس الكره لعند اليسار الاخر شبريكو بالتمريره دخل المنطقه خطيره تسديده انما التسديده عم بتمر فوق العارضه لمرميل احمد تكتوك. بدا الانصار يضغط بهالمباراه محمود كوشك عمل الكنترول التف ولكن فشل بالتسجيل. محمود كوشك صاحب الهدفين الوحيدين باول مباراه بملعب المرتشين بالاعاده التمريره بالرجل اليسرى شبريكو طلع ما في اي تسلل شبريكو خطير وضع الكره من لمسه وحده جميله جدا يا شبريكو شوف الالتفاف شوف التسديده تسديده مهاجم بمنطقه الجزاء ولكن كرته كانت عم تعلى نوعا ما عن عرضته لاحمد تكتوك. هيدا خالد تكشي منتظر منه كثير بهالمباراه التكشي بيعمل الكنترول بعيد الكره للخلف بيتر بلانيتش بيلعبها لعند الشمس الارتكاز الوحيد بالمباراه للنجم عم بيلعب من امامه لاعبين بيفتقد اكيد لعباس عطو من امامه عم بيكون حمزه سلام وعبد الرزاق حسين شوف الانصار شو عم بيعمل بالمباراه ببدايتها الكره لعند شبريكو خطير هاللاعب ممكن يمر بمر شبريكو انما الكره ما بيخسرها بيحافظ عليها القارحاني كتار لاعبي رجل اليسرى بهالمباراه بفريق الانصار كتار كثير بارض الملعب قارحاني بالرجل اليسرى ايضا شبريكو بالرجل اليسرى عطوي بالرجل اليسرى على فكره ربيع عطايا بالرجل اليسرى شبريكو محمد قرحاني على نفس الجهه ممكن يشعلوا الجهه اليسرى الانصاريه بالتاكيد اصحاب الرجل اليسرى اصلا بيكونوا لاعبين نوعا ما بتحسوا اخطر من غيرهم لانه لاعبين بيكون عندهم عنصر المفاجاه بيفاجئوا وهذا الشيء رح يخلي محمد حمود يتقدم كثيرا الى الامام ليعمل ازياد العدديه الهجوميه عند النجمه سرعه قرحاني وشبريكو مؤثره بهالمباراه هذا هو انس ابو صالح قلب دفاع الانصار تيتا فاليريو الروماني بمواجهه يعني مواجهه اوروبيه بين المدربين المدرب الصربي زولان بيسيتش وايضا المدرب الروماني تيتا فاليريو مباراه هادئه نوعا ما من ناحيه النجمه بالمقابل الانصار عم بحاول الضغط اكثر من بدايه المباراه على الكنترول عصام الزين بحط الكره بيتر بلانيتش بيتر
بعيدا مجددا لعند قاسم ما عم بيلاقوا حلول كثيره النجميين، يعني عم بتنقل الكرات بعرض الملعب. التحضير البطيء يلي شفناه بملعب النبشيت عم نشوفه باللقاء جمهور النجمه، جمهور النجمه الكبير الكره طويله خالد تكجي داخل المنطقه، الحكم بيقول تسلل، راي التسلل عم يرفعها محمد رمال المساعد الثاني بمباراه اليوم. دخلنا على الدقيقه 13، النتيجه سلبيه وهناك فقط تسديدتين على المرمى. أنس أبو صالح كانت بعيدة من خارج منطقة الجزاء. عم نشوف بالإعادة، نشوف بالإعادة على التسلل الماضي. الكرة عم تلعب طويلة على مشارف منطقة الجزاء، الرأسية مقطوعة من الدفاعات النجموية، نيكولاس كافي مقطوعة مجددا على الانطلاق، القرحاني بيلعب العرضية داخل منطقة الجزاء ومقطوعة أيضا. مقطوعة أيضا من دفاع النجمة، معتز بالله الجنيدي بيحافظ على الكرة، معتز صاحب الخبره بدفاع الانصار بعيدا عن انس ثنائي دفاع الانصار بهالبطوله، انس ابو صالح معتز بالله جنادي، ضغط كبير من عبد الرزاق حسين الدول السوري، وضع الكره خارج ارض الملعب، رميه تماس انصاريه. قائد النجم بهالمباراه اكرم مغربي بغياب عباس عطوه. شوف التمريرات، شوف الانصار، شوف التنقلات، واحد اثنين الثالث وين؟ وين رح يلعب الكرة؟ بمحاولة المرور وإنما شبركو، الكرة عم تنقطع من الحمود إلى خارج أرض الملعب. رمي التماس اللاعب داخل منطقة الجزاء، خطير الأنصار بهالكرة والتغطية الدفاعية أيضا موجودة النجموية. قاسم الزين كان موجود على الكرة الماضية. مجددا كرات الأنصار عم تتوالى بهاللحظات، الكرة العرضية، التغطية الدفاعية أيضا النجموية، الكنترول، وارطاني بيلعب الكرة للناحية اليسرى، القرحاني بيتقدم. هذا هو ظهير ايسر الانصار بهالمباراه، تناقل كرات ربيع عطايا، شبريكو بعيد الكره للخلف، الكره ما خرجت بقيت بارض الملعب، بتعود لعند معتز بالله الجنيدي. بدات تشتعل المباراه اكثر واكثر، بدا يصير الريتم اسرع، معتز بيلعب الكره سريعه، الانصار معتمد على الناحيه اليسرى. هذا اللي كنت عم تقول عنه انت يا محمود، هذا اللي عم بيصير، القارحاني بحطها شبريكو من لمسه، قارحاني يبحث عن لاعب بعيد الكره للخلف للمتقدم من الخلف العطوي، بيلعب الكره التمريره للناحيه اليمنى محمود توجق، لا ربيع عطايا، ربيع عطايا بيلعب الكره بالكعب، مفترض تلعب الكره العرضيه، صار نصار بمرض نصار بمحاوله المرور مجددا، انما التغطيه الدفاعيه موجوده من بشار البقداد. الانصار افضل ببدايه المباراه باول 14 دقيقه بالتحديد، اطراف الانصار هي افضل من بدايه اللقاء من اطراف النجمه، وخاصه الانصار عم يقدر يوصل على الجهه اليسرى وايضا على الجهه اليمنى بوجود نصار نصار وربيع عطايا، عم بتكون الخطوره واضحه بالوقت، وهناك الكره لا زالت انصاريه ايضا الراسيه، انما دفاع النجمه عم بيكون متكتل بهاللحظات، التكتل واضح، محاوله مرور من خالد التكجي، دائما اللاعبين المهاريين بيتعرضوا للاخطاء ان كان من جهه ربيع عطايا او من جهه خالد التكجي. شوفوا خالد حاول المرور، الحكم اشار لخطا لمصلحه خالد التكجي. هذا هو جمهور النجم الكبير اللي عم بيتابع لقاء اليوم بالديربي رقم 113، الديربي ال 64 ما بين الفريقين. رح نترك الارقام جانبا، الارقام تبعتوها بالاستوديو التحليلي، رح نكون بالتعليق مباشرة على أجواء اللقاء يلي من المفترض تكون المباراة حماسية أكثر فأكثر ونارية مع تقدم الدقائق. 16 دقيقة دخلنا على الدقيقة 16، النتيجة لا زالت سلبية والهجمة النجموية، ممكن أكرم مغربي بيلعب كرة، هي خطيرة النجموية، خطيرة خطيرة، جول جول، لا 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 لا، خالد التكجي ذكية من خالد التكجي بحرفني عالية، خالد التكجي وضع الكرة بالمقص أو بالزاوية البعيدة عن حارس مرمى، عن حارس المرمى حسن مغنية، إنما المغنية كان بالموعد بكل بساطة، كان على الموعد حسن مغنية ليسد كرته لخالد التكجي، إنجاز كثير كبير برأيي لحسن مغنية على كرته لخالد التكجي. أيضا خالد التكجي موجود على الركنية النجموية وأول خطورة، ممكن الخطورة الثانية، هيدا هو حسن مغنية بيقطع الكرة، بتقول الكرة ايضا نجمويه مش لوقت طويل، اللمسه من لمسه وحده بتوصل الكره لعند محمد حمود، يخطئ محمد حمود، هيدي انطلاقه، هيدي انطلاقه العطوي، بيقف على كره العطوي محمد عطوي، طبعا هناك عطوي واحد فقط اليوم بمباراه الديربي، دائما كنا نشوف محمد عطوي وعباس عطوي، انما عباس عطوي عم بيكون غائب، عم بيكون غائب عن تشكيله النجم اليوم بداعي الاصابه، وهيدي كره محمد سباعي، الرأسية الخلفية بتوصل أيضا أنصارية، ممكن نصار نصار يسدد، بسدد مباشرة نصار نصار، تسديدته بتروح إلى خارج أرض الملعب، ركلة مرمى لمصلحة النجمة. شوفوا أكرم مغربي، شوفوا خالد التكجي دخل منطقة الجزاء، يا سلام يا سلام، وضع كرة بحرفني عالية خالد التكجي، يا سلام على حسن مغنية،
كرة جميلة جدا شفناها باللقطة الأخيرة وخطورة كتير كبيرة لمصلحة النجمة. أيضا مع النجمة إنما الكرة إلى خارج أرض الملعب، رمي التماسة لمصلحة النجمة. هذه هي التعليمات من تيتا فاليريو، كل مدرب أعطى التعليمات قبل بداية اللقاء بغض النظر عن شوط المدربين اللي هو الشوط الثاني، إنما تعليمات تيتا فاليريو عم يكون حاضرة. هذا هو عمر عويضة القادم إلى الأنصار من شباب الساحل، هو كان لعب مع شباب الساحل إنما كان توقيعه مع السلام زغرطة. سلام زغرطة اللي بأولى المباريات حقق نتيجة تاريخية على حساب الأنصار. هذه كرة للأمام أيضا مع خالد التكجي، كنترول مميز من خالد، يبقي الكرة ما بين قدميه. خالد بيحاول المرور إلى جنبه نصار، نصار بمر خالد التكجي ما بيتخلص من نصار، إنما بيلعب تمريرته عند بشار المقداد. هيدي العرضية وممكن الرأسية، إنما الرأسية عم تكون أنصارية. جددا الصراع الهوائي بينتهي لمصلحة النجمة، النجمة أصبح أفضل من حوالي 3 دقائق من المباراة. أيضا مع محمد شمس سيطر على وسط الملعب، بيتر بلانيتش كرة الخلفية بتوصل أيضا نجموية، وهيدي الكرة الطويلة للأمام اختصار المسافات. ممنوع خطأ الدفاع من هالمكان، لأن أي خطأ دفاعي ممكن يكلف الأنصار أو النجمة أول أهداف هاللقاء. وهيدي انطلاقة شبريكو على الجهة اليسرى بينطلق بمر، بعده عم يتقدم بيلعب كرته الأمامية على حدود المنطقة وداخل منطقة الجزاء، إنما هناك كان في دفع من محمود كجوك. كريستيمي منه موجود بتشكيلة الأنصار، موجود على مقعد الاحتياط بالإضافة إلى برونو البرازيلي. بذكر الأنصار عم بيخوض المباراة بتشكيلة لبنانية بعكس فريق النجمة بلقاء اليوم. هيدا هو عبد الرزاق حسين، اللاعب اللي احترف مع التعاون السعودي 12 هدف مع منتخب بلاده. هذا هو مقعد احتياط الأنصار، هذه التعليمات يعني هناك الأعصاب واضحة عند مقعد احتياط الأنصار. الوقت هناك مرور على الجهة اليمنى، إنما الحكم شو عم بيشير؟ عم بيشير لخطأ لمصلحة النجمة. شو بالإعادة، هذا التدخل كان من محمد كرحاني. كانت خطأ، الكل عم يترقب صراحة مما ستؤول إليه نتيجة مباراة اليوم. خالد تكشي خلف الكرة، الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، وهذه الرأسية، الرأسية النجموية، إنما الرأسية عم تعلى عن العارضة. خطورة نجموية بالكرة، وأول كرة رأسية لبيتر بلانيتش بدوري ألفا لكرة القدم. كرته عم تعلى عن العارضة، وتمرير خالد تكشي كانت مثالية. شوف بالإعادة، تكشي لعب العرضية بدون أي تسلل، رأسيته لبلانيتش لو أصابت المرمى كانت شكلت خطورة. الدقيقة 21 من ديربي الكرة اللبنانية، النجمة والأنصار، نتيجة سلبية والحضور الجماهيري مميز جدا على ملعب المدينة الرياضية. أي جمهور رح يخرج من أرض الملعب عم يحتفل بنهاية الدقيقة 90. رمي التماس محمد حمود عم ينفذ رمي التماس حاليا، بيلعب على عندي كرة سكافي، الكرة بتنقطع بتعود أنصارية مجددا. الأنصار بمنتصف الملعب، وارتان سباعي بيعكس الكرة لعند انس ابو صالح، بيعمل الكنترول، انس بيبحث عن لاعب بيلاقي منتصف الملعب. دائما اللاعبين الانصار عم بيكونوا قراب على الكرات. ربيع عطايا بيلعب التمريره، انما التمريره طويله، التمريره طويله. مدرب منتخب لبنان رادولوفيتش موجود بارض الملعب، بطبيعه الحال موجود، اللي مؤخرا كان استدعى محمود كجوك مهاجم الانصار، وايضا حسن محمد موجود على مقاعد البدلاء للنجمه. بالتاكيد قائد الرسنج ايضا سيرج سعيد، تم استبعاد موني عن تشكيلة منتخب لبنان. ميو دراج رادولوفيتش، الكرة حاليا حلوة كثير يا خالد تكشي، تمريرة ولا أجمل ولا تمريرة، المقدادي بيلعب العرضية، إنما العرضية على مشارف المنطقة، التغطية الدفاعية أنصارية، خطير كافي، خطير النجمة، ممكن أول أهداف مباراة كلاس كافي بيشوط، إنما الكرة نيكولاس كافي خطير، إنما تسديدته جنب القائم الأيمن لمرمينا المغنية، تسديدة اللاعب الغاني مرت جنب القائم. شوف بالإعادة،
التغطية الدفاعية. لا ملا تمريرة ملا تمريرة كان ممكن يلعبها لو لعبها، لو لعب التمريرة لخالد تكشي كان مفترض تكون الكرة أخطر. على كل حال فضل عدم التمرير، فضل التسديد، ولكن أيضا تسديده كانت خطيرة جنب القائم الأيمن. كان عنده عدة حلول صراحة يعني بال... شوف جمهور الأنصار بأعداد أيضا كبيرة في ملعب المدينة الرياضية، يعني هالمباراة لو كانت على ملعب صيدا البلدي أو لو كانت على ملعب أصغر بالمدرجات لكان بالتأكيد طبعا كان ممتلئ، بالتأكيد كان ممتلئ، يعني أعداد كبيرة من الجمهور. شوف التمريرات، شوف كرات الأنصار للناحية اليسرى حاليا، كرة تدخل مجددا من دفاع النجم مش موجود، الكرة العرضية لما التدخل حاليا صار موجود، دفاع النجم موجود على الكرة الماضية. بمحاولة بناء هجمة مرتدة، حمزة سلامة، حمزة بيعمل كنترول، بعيد الكرة للخلف، الحمود بمحاولة المرور عم بيخسر كرة ورمي التماس أنصارية. ضغط الأنصار عالي بهالمباراة، الأنصار عم بيضغطوا على حاملي الكرة، محمد حمود اللي أخطأ بالكرة الماضية. الفرص خطرة للنجمة، كرة خالد تكجي كانت خطيرة ولكن صدى المغنية، وأيضا نيكولاس كافي. بالمقابل أيضا هناك فرصة للأنصار، تسديده كانت عم تعلى على العارضه وتحديدا عن طريق محمود كشوف. مباراه باديه جميله جدا باول 24 دقيقه. قاسم الزين بمر الكره بمنتصف الملعب باللمسه الوحده، محاوله لبناء الهجمه النجوميه، التمريره مجددا للناحيه اليسرى، عم يعتمدوا هجمات على الناحيه اليسرى. خالد تكشي المهاره مع ربيع عطايا، مهاره اخر بمر تكشي هلا بمرور بينطلق التكشي بيلعب الكره لمنتصف الملعب وبيسدد حمزه سلامه تسديده، ولكن مجددا جنب القائم الايسر. تسديدة حمزة سلامة أيضا بمحاولة لمباغتة حارس الأنصار، الكرة بالرجل اليمنى مرت جنب القائم الأيسر، أكيد رح نشوف بالإعادة. التسديد من خارج المنطقة أيضا مطلوب. شوف خالد تكشي كيف مر، لعب على عند حمزة سلامة، سدد كرة قريبة على مرمى الأنصار، منا بعيدة أبدا عن الكرة الماضية. بدأ النجمة يدخل أجواء المباراة، جمهور الأنصار قلق على نتيجة اللقاء. نتيجة اللقاء الأنصار من 2010 ما فاز على النجمة بالدوري اللبناني لكرة القدم، مطالب بالفوز اليوم. الكرة ملعوبة، الشبريكو بيلعب العرضية، وين الرأسية؟ ما في رأسية أنصارية، الكرة بعيدة إلى خارج أرض الملعب، ركلة مرمى نجمية. الأنصار بطل لبنان 13 مرة، رقم قياسي. النجمة أبطال لبنان 8 مرات. المنافسة الخاصة والدائمة بين النجم والأنصار، آخر لقب للنجم 2014 مع المدرب الألماني الثعلب تيو بوكر. الكرة طويلة حاليا لمنتصف الملعب، الرأسية أنصارية، بقيت الكرة مع النجم عبد الرزاق حسين بينطلق بيلعب على التمريرة لعند خالد تكشي، عم بينطلق خالد، إنما الكرة موجودة على مسار أنس أبو صالح. زران بيسيتش مطالب بالانتصار، زران بيسيتش اللي استقدموا الأنصار لتعويض المدرب جمال طه. بالمناسبة جمال طه 20 مباراة لألو، جمال طه الاسم الكبير والتاريخي للأنصار. الكرة عم تلعب حاليا بشار المقداد، بشار برجل اليسرى بيبحث عن لاعب، بعيد الكرة للخلف، بيتر بلانيتش بحطها مجددا لعند قاسم الزين، قاسم رح يلعب الكرة للناحية اليمنى، من المفترض يلعب الكرات للناحية اليمنى لعند نيكولاس كافي أخطر اللاعبين بالإضافة إلى خالد تكشي، إنما الكرة عم تنقطع من دفاع الأنصار، الانطلاقة الأنصارية والتمريرة منتصف الملعب ما وصلت ربيع عطايا. بيتر بلانيتش على مسارة شمس، الارتكاز الوحيد بهالمباراة للنجمة لأنه عم يلعب بلاعبين من أمامه اللي هو واحد منهم حمزة سلامة، المرة الكرة الحالية نيكولاس كافي بمهاراته اللاعب الغاني. الحمود بعيدة لعند الشمس، شمس لحق سجل اللاعب للناحية اليسرى، الكنترول أكرم مغربي واحد على واحد، لمسة يد على أكرم مغربي، لمسة يد على قائد النجم بهالمباراة يلي عم بيعود غياب عباس عطوي، أكيد عم بيعود غياب عباس عطوي كقائد للفريق، إنما عباس عطوي هو لاعب منتصف الملعب، صانع الألعاب. أكرم مغربي اللاعب الرقم 9 داخل الصندوق للنجوميين. الكرة ملعوبة حاليا، شبريكو معه الحمود، هلا حيمر شبريكو واحد على واحد، بيدخل داخل منطقة الجزاء بيلعب التمريرة، انما تمريرته عم بتروح بعيدة عن محمود كشوك، كان ممكن يسدد شبريكو او ايضا ممكن يلعب كرة بشكل افضل من الكرة الماضية. على كل حال خطأ من انس ابو صالح، خطأ من انس ابو صالح امامه لزران بيسيتش، امامه ايضا لسامي الشوم. بالإعادة خالد تكشي اللي حاول على المرور، أنس أبو صالح عم يرتكب خطأ واضح، يعني أنس أبو صالح ومعتز باللاعب الجنادي ثنائي خط الدفاع بالأنصار،
ثنائي بيمتاز بالقوة البدنية وتحديداً على نصر صالح، تدخلاته دائماً قاسية. جمهور الأنصار الموجود بأعداد كبيرة بأرض الملعب، بأرض ملعب المدينة الرياضية، جماهير الزعيم الأخضر. خالد تكجي بيلعب الكرة للخلف، الكنترول التقدم بشار المقداد، إنما الكرة رمي التماس. بشار المقداد لاعب الصف السابق بيلعب الكرة لعند خالد تكجي، خالد بيسدد مباشرة، حاول المباغة خالد تكجي. طبعا يعني أكثر من 10,000 متفرج عم بيكونوا اليوم حاضرين على مدرجات ملعب المدينة الرياضية، رعب كبير أكيد بمدرجات ملعب المدينة الرياضية. شوف خالد تكجي كيف باغت المغنية، ولكن الكرة كانت عم تعلى على العارضة، وهذا الشيء مطلوب صراحة يعني من اللاعبين، مباغة حراس المرمى بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، هذا مطلوب. والأمر المطلوب أيضا من شبريكو على الجهة اليسرى، طبعا غلطته عم تكون كثيرة على الجهة اليسرى، إنما من دون تسديد على المرمى. الكرة حاليا بمنتصف الملعب، الكرة ملعوبة أنصارية للأمام، بشار المقداد، بشار بقوم بالتغطية، بيلعب الكرة طويلة مباشرة لعند خالد تكجي، إنما الوجود الدفاعي الأنصاري عم بيكون بكل الكرات. جمهور النجمة بانتظار الهدف الأول، لوحة جماهيرية عم يرسمها الجمهور النبيذي، حوالي 7,000 أو 8,000 متفرج نجماوي بأرض ملعب المدينة الرياضية، وبحدود 4,000 متفرج أنصاري بأرض الملعب. يعني الإحصاءات الأخيرة أو التقديرات الأخيرة بتقول يعني لو هو 10,000 11,000 12,000 متفرج بأرض الملعب مشكلة، 12,000 متفرج على المدرجات أكيد، ولكن نحن العبارة الشهيرة على أرض الملعب أكيد ما رح تكون على أرض الملعب، على أرض المعشب الأخضر اللي عم نشوف فيها مباراة جميلة ببدايتها بين النجم والأنصار أو الأنصار والنجم، بأنه المباراة تعتبر على أرض الأنصار. الكرة حاليا الحمود بمواجهة قرحاني، مش ناقص القرحاني أي ضربة. هذا الشيء اللي كنا عم نحكيه من بداية المباراة، أنه محمد حمود رح يكون توغلاته للخطوط الأمامية قليلة جدا بوجود محمد كرحاني وشبريكو، عم يثبتوا هاللاعبين انه هن يشعلوا الجهة اليسرى وهن قادرين على تشكيل الخطورة من الجهة اليسرى الأنصارية. لاعبين بيمتازوا بإمكاناتهم الهجومية فعلا، إن كان شبريكو أو إن كان أيضا القرحاني، حتى ممكن يتبادلوا الأدوار، ممكن نشوف بفترات من المباراة شبريكو على الظهير الأيسر القرحاني من أمام الكرة خطيرة عم بيكون نيكو أسكوف، أول هدف نجمة، هناك ركلة جزاء، الحكم شو بيقول؟ هل هناك ركلة جزاء بانتظار ركلة جزاء للنجمة والبطاقة الصفراء لحسن مغنية، ركلة جزاء نجموية، إذا الخطأ بانتظار الإعادة، انفراد نيكولاس كوفي بمرمى حسن مغنية، رح نشوف بالإعادة هيدي البطاقة الصفراء وهيدي ردة فعل حارس الأنصار. إذا بداية نارية للمباراة، شوفوا نيكولاس كوفي، نيكولاس وصل للكرة، نيكولاس مر عرقلة واضحة، الأمور واضحة يعني ركلة جزاء، ما في داعي أصلا للإعادة يعني، الأمور واضحة كانت بالمرة الأولى يعني حسن مغنية، حتى الحرفة الكبيرة اللي كانت موجودة والعالية عند نيكولاس كوفي خلت حسن مغنية يرتكب الخطأ، شوف الحرفة وين؟ هيدا الترويض للكرة خلى حسن مغنية يرتكب الخطأ. صفر حتى ما اعترض كثير حسن مغنية. سلامات لنيكولاس كوفي، على أمل إنه طبعا تشوفه عم يتابع المباراة، وعلى أمل إنه ولا أي لاعب على أرض الملعب يصاب، إن كان من النجم أو إن كان من الأنصار، وهيدا هو جمهور النجم عم يتحضر للاحتفال بأولى أهداف هالمباراة. فرصة كبيرة للنجم من نقطة الجزاء تماما. ركلات الجزاء بمجملها وبأغلبيتها صح التعبير فرصة كبيرة إنه تنهز فيها الشباك، إذا النجمة أمام فرصة مثالية. عم نشوف بالإعادة نيكولاس كوفي خطأ كبير بالدفاع، عرقلة واضحة بدون أدنى شك، والبطاقة الصفراء أيضا أوضح لحسن مغنية. خالد تكجي بمواجهة الأنصار مجددا، خالد متخصص بركلات الجزاء. على فكرة ثلاث أهداف لخالد التكجي بالبطولة، ثلاث أهداف، عنده فرصة خالد التكجي بهاللحظات إنه يعادل الأرقام يلي سجلوا أربع أهداف بلقاءات الديربي تحديدا بالبطولة، مثل موسى حجاج، إيرول ماكفرلين، محمد غدار، جمال طه، جمال ظاهر، وفادي غصن، هول اللاعبين كانوا سجلوا أربع أهداف بمباريات الديربي تحديدا بالبطولة. وعنده فرصة أيضا إنه يعادل الأهداف بشكل عام، الأنصار سجل بمرمى النجم 118 هدف بشكل عام، النجم 117، هذا الهدف رح يكون هدف تعديل على الأرقام. خالد تكجي بمواجهة المغنية، هل رح يتقدم النجمة بديربي الكرة اللبنانية؟ خالد التكجي خلف الكرة عم بياخذ وقته، خالد ضغط جماهير كبير، بيتقدم خالد
بيسدد خالد، اوه صد ولا اجمل يا مغنية، انجاز من حسن مغنية، شوفوا الفرحة وكأنه سجل هدف المغنية، جميلة جدا هالصدة، خالد تكجي عم بيضيع فرصة هدف وحقق، شوف جمهور الأنصار وكأنه فاز بالمباراة. لا 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 أكثر حسن مغنية صراحة أكثر الفرحين أكيد حسن مغنية أكيد، لأنه هو ارتكب الخطأ، ارتكب الخطأ وعوض خطأه، جميلة جدا هالصدة، حمزة سلامة خطير النجم بيسدد مجددا ولكن سهل بيدي المغنية. أكثر الفرحين من دون أدنى شك جمهور الأنصار، إيه صح فرح، إنما حسن مغنية من قلبه عم بيكون فرحان بعد الصدة الرائعة من المرات القليلة يا خالد إنك تضيع، من المرات القليلة، إنما أخذ الأمور على عاتقه. يا سلام يا سلام، ملا إنجاز كان من حسن مغنية على كرته لخالد التكجي، عم شوف بالإعادة، شوف حسن مغنية توقع الجهة الصح وصد الكرة، صلحت خطأك وصلحت الجماهير بهاللحظات يا حسن مغنية. خالد التكجي كان عنده فرصة تعديل الأرقام بنفس الطريقة، كان وضع خالد التكجي الكرة بنهائي كأس لبنان بمواجهة العهد بنفس الطريقة، ركض وضع بنفس الزاوية وكان أهدى الكأس للنجم، حاول يعيد الكرة إنما هالمرة ما زبطت لخالد التكجي. كانت الأمور صراحة، شوف يعني مدرب حراس الأنصار علي فقيه 1511 دقيقة حافظ على نظافة شباكه، دخل طبعا كتاب جنز علي فقيه يلي حافظ على نظافة شباكه 1511 دقيقة، عم يتلقى التهنئة أيضا حسن مغنية ومدرب الحراس علي فقيه، وهناك حديث ما بين شبريك ومحمد عطوي. على فكرة محمود كشك يعني بس عارف إنه المباراة اليوم الساعة 9 هو واحد من اللاعبين اللي بيناموا بكير يعني من باب المزح كان عم بيقول إنه ممكن أغفل بالمباراة. أكيد اللاعب إذا ما أراد لأنه هيدي يمكن طبعا أولى المباريات اللي تقام بهذا التوقيت بالبطولة اللبنانية. جميلة جدا المباريات الليلية، يعني في رونق خاص لإنارة الملعب بالمدينة الرياضية طبعا، خاصة يعني الطقس يعني أجواء مناخية ملائمة لإقامة هالمباراة، وهيك نوع من المباريات وهيك نوع من الجماهير وهيك نوع من الحضور الجماهيري بأرض الملعب. ديربي الكرة اللبنانية باختصار، النجم والأنصار مباراة 113، كان خالد تكج أمام فرصة لتعديل الأرقام من ناحية تسجيل الأهداف، بنذكر 118 هدف للأنصار مقابل 117 للنجمة، والكرة حاليا طويلة لخارج أرض الملعب. مخيم على مدرجات النجمة بعد تضييع خالد تكج لهالهدف، بالمقابل جمهور الأنصار يلي احتفل وكأنه هو اللي سجل هدف وكأنه هو اللي فاز بالمباراة. بطبيعة الحال هيدي ركلة الجزاء اللي أضاعها خالد ممكن تكون مفصلية بهالمباراة، كانت تكون ممكن تكون نقطة تحول بلقاء اليوم. خالد تكجي هلا حيعوض إضاعة ركلة الجزاء، خالد بيرتد للخلف، بيتر بلانيتش اللاعب الصربي بيلعبها لعند قاسم الزين، قاسم معه الشمس بيلعبها لعند الشمس، شمس بحث عن اللاعب بيتقدم معه نيكولاس كافي، نيكولاس عم بيسقط بأغلبية الكرات ليستلم من منتصف الملعب، خطورته لهاللاعب عنده مهارات فردية، لاعب بإمكانيات شوف شو عم بيعمل، بمر من الأول، أيضا ممكن يلغي ثاني لاعب، ممكن يلعب الكرات العرضية طبعا طبعا عنده قدرات كثير كبيرة، يعني نيكولاس كافي إنه يعود لوسط الملعب يستلم الكرات ويمر بنفس الوقت، إنه بده ينتبهوا النجم من هجمات المرتدية اللي ممكن تكون سريعة وخاطفة لمصلحة الأنصار، خاصة بسرعة مثل ما كنت دائما عم بشكر هذا الخطأ عم نشوفه على الجهة اليسرى، وأيضا الهجمة النجموية مع أكرم مغربي، أكرم بيلعب كرة الخلفية، محمد شمس بيمر بياخذ الأمور على عاتقه، ممكن يسدد محمد شمس، لا بيحاول يلعب بطريقة وانتو، خالد تكجي ما تأخر بيلعب كرة الأمامية، إنما الكرة عم تقطع إلى خارج أرضنا. هذا هو روبرت جاسبر مدرب فريق العهد يلي حقق العهد نتيجة لافتة وفعلا نتيجة مشرفة للكرة اللبنانية، تأهل إلى الدور النصف النهائي، كان تعادل مع القوة الجوية العراقي 1-1 بقطر على أرض القوة الجوية العراقي بالوقت، وهناك الكرة العرضية المنتظرة أو التسديدة، عبد الرزاق سامي يوسع لنفسه يسدد تسديدته عم تنقطع، بتعود أيضا لعند محمد شمس، شمس بوصل كرته لعند خالد التكجي، خالد أمامه ثلاث لاعبين، صعب المرور عن ثلاث لاعبين، جدد مع الأنصار مع المساحات الضيقة، إنما الكرة عم تروح إلى خارج أرض الملعب، رمية تماس لمصلحة النجمة. إن ذكرت على أنه فريق العهد تعادل إجابة 1-1 أمام القوة الجوية العراقي،
هدف التعادل كان لحسين دقيق. كأنه مشهد الموسم الماضي. فعلا المدرب محمد الدقة بإضافة إلى السيد سمير رزق مدير نادي النبشيت، اللي بالمناسبة كان عم يحقق النبشيت فوز اليوم على طرابلس بنتيجة 1-0. من وقت أيضا نيكولاس كافي بيمر بسدد نيكولاس، تسديدته بتنقطع وبتعود الكرة أيضا مع النجمة، النجمة أفضل بوسط الملعب مع بيتر بلانيتش، بيلعب كراته لعند محمد شمس، هيدي كرة أمامية، كرات النجمة عم بيكون بشكل مميز مع بشار المقداد، خالد التكجي أيضا لعند بشار المقداد بيحاول يمر، بيلعب كرة عرضية، إنما الكرة العرضية عم تكون إلى خارج أرض الملعب، ركلة مرمى لمصلحة الأنصار. دخلنا على الدقيقة 38 من لقاء الدربي، هدأت المباراة نوعا ما بهالدقائق، لكن بداية الشوط الأول كانت بداية نارية والفريقين تبادلوا الفرص على المرميين. صراحة اثنيناتنا كنا توقعنا أهداف بالشوط الأول، إلى حد هالوقت بعد ما انتهى الشوط الأول النتيجة سلبية. ممكن يعني على الأداء اللي عم نشوفه بالشوط الأول، على الفرص اللي عم بتضيع، يعني حتى ركلة الجزاء اللي أضاعها خالد تكاجي كان قريب افتتاح التسجيل. واضح إنه المباراة فيها حيوية كثير كبيرة. الفريقين رافضين الخسارة، الفريقين رافضين. شوف عبد الرزاق حسين بأي طريقة كان عم يحاول المرور، إنما التغطية الدفاعية موجودة دائما للأنصار بالناحية اليسرى، عم تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، ولكن الكرات الطويلة، الكرات الطويلة عم بتكون بدون عنوان للأنصاريين. يمكن كرة وحيدة كان وصل لها شبريكو ولعب الباك باس، كان محاولة للكنترول كوشك ولكن فرصته ما دخلت على الشباك. هذا هو جمهور الأنصار الكبير اللي عم بيتابع لقاء اليوم، هو بيأمل إنه فريقه طبعاً يحقق النتيجة الإيجابية بهاللقاء، بيأمل إنه يفوز يحقق النقاط ثلاثة. بذكر إنه الأنصار كان خسر أولى مبارياته، فاز بالمباراة الثانية أمام التضامن سور بنتيجة 3-2. ثلاث نقاط للأنصار، نقطة واحدة فقط للنجمة، هذا الأمر بصعب من مهمة الفريقين بالوقت. لقاسم الزاني بيلعب كرة أمامية طويلة أيضا مع حمزة سلامة، شوف الضغط الكبير من لاعبي فريق النجمة، ممنوع الخطأ، ممنوع الخطأ يا معتز بالله الجنادي، بتوصل الكرة لعند حمزة سلامة، كرة طول عرضية لداخل المنطقة، إنما الدفاعات الأنصارية، الدفاعات الأنصارية عم تكون حاضرة، هيك نوع من الأخطاء بكلف الفريق الكثير. هذه عودة محمد عطوي، إنما عودة عطوي عم تكون من خلال الخطأ اللي كان عم يرتكبه على حمزة سلامة. شو بالإعادة الخطأ اللي كان عم يرتكبه محمد عطوي، صراحة إلى حد الوقت الحكم الرئيسي حسين أبو يحيى 10/10. أيضا مع النجمة بالهجوم، وهيدي الكرة العرضية لداخل المنطقة وإلى خارج أرض الملعب، متبقي فقط 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي. هل رح يشهدوا الخمس دقائق أول أهداف اللقاء؟ نحن توقعنا أنه في أهداف بالشوط الأول، بس بعد ما انتهى حسن مغرية وحسن أبو يحيى وجمهور النجمة، اللوحة الجماهيرية بملعب المدينة الرياضية، اسمعوا الجمهور. نسمع صوته، بدو الكاس وبدو البطولة، بانتظار أكيد إذا رح يحرز النجمة الكاس والبطولة وأي فريق آخر. نيكولاس كافي بيلعب الكرة للخلف، جمهور الأنصار هادئ بهاللحظات بأرض الملعب. الكرة حاليا عدل هاشمي مرتدة، انطلاقة أنصارية، ربيع عطايا أخطر لاعبي الأنصاري بينطلق مجددا، ربيع دائما بخطورته من الناحية اليمنى، بيمر ربيع بيلعب الكرة العرضية، خطأ أنصار جول، أوه مش معقول الكرة، الخطورة بتمر الكرة، الأنصار خطير جدا كان بالكرة الماضية، كيف ضاعت الكرة؟ أكيد مش عارف محمود كشوف كيف ضاعت الكرة، ما حدا عارف أصلا كيف ضاعت الكرة داخل منطقة الجزاء. هيك كرة ما بتضيع بكل بساطة، هيك كرة هي معناتها هدف. بدي أشوف بالإعادة صراحة تضيع الكرة، صراحة بعتر الإعادة ربيع عطايا شغل كتير كبير على الجهة اليمنى، ما معقول الكرة كيف ضاعت من أمام مرمى النجمويين. ربيع عطايا مثل العادة بالمرور المميز والكرة العرضية، يعني
ارتباك بدفاع النجمه. ورطان خلف الكره رح يلعب على الركنيه، الركنيه داخل منطقه الجزاء. شو عمل نيكولاس كافي؟ خطا كبير من كافي. ربيع عطايا مش ممكن تخطئ قدام ربيع، ربيع بمر، ربيع بيسدد تسديده بعيده عن مرمي للتكتوك. بدي اشوف الاعاده هلا، حنشوف الاعاده. اذا بالاعاده رح تضيع، اذا رح تضيع الكره بالاعاده. شوف ربيع عطايا هالمرور المميز، يا سلام على الكره العرضيه، شو بدك اكثر من هيك وافضل من هيك؟ انما صراحه بيتر بلانش، بيتر بلانش والتغطيه الدفاعيه من قاسم الزين اخرت. اوه انجاز من قاسم، لا والله ضاعت فعلا، ضاعت الكره. لا والله ضاعت، لانه قاسم الزين كان عم يستبسل بالكره الماضيه. رائع قاسم الزين فعلا. الكره حاليا يعني تعبير مجازي صراحه استعملناه، انه على 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 تضيع على خطوره الكره صراحه. فعلا فعلا الكره حاليا بمنتصف الملعب، كشك متحرك بالمباراه، الانصار خطير ايضا، النجم خطير، الفريقين عم بيكونوا خطيرين ببدايه المباراه. شيبريكو من الناحيه اليسرى، شيبريكو بيلتف، شيبريكو بمر، وين العرضيه؟ ما زال شيبريكو داخل المنطقه، خطير الانصار، باك باس الكره جول. لا 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 ما معقول، شو عم بيصير؟ الفرقه عم بتضيع، انجاز جول، جول. الكره الاولى ضاعت، انما الكره الثانيه ما عم بتضيع يا محمود كشك. الانصار عم بيتقدم بالمباراه، الانصار عم بيعمل الاعصار على مدرجات المدينه الرياضيه، جمهور الانصار بالالاف عم بيحتفلوا، عم بيعودوا للتقدم على النجمه بعد الانجاز من التكتوك. قال لهم محمود كشك الكره رح تعاني الشباك، الكره رح تغازل الشباك، الانصار بيستاهل، الانصار يستحق التقدم مثل ما ايضا كان النجمه يستحق. الانصار عم بيقدم شوط اول جميل، ربيع عطايا بشاره القياده، انما انت كنت القائد بقى الكره يا شيبريكو، انت بتستحق القياده بقى. شوف العرضيه كيف صد التكتوك، كيف ضيعتها، ما معقول يا تكتوك، ما معقول يا تكتوك، كيف صدت الكره على مرتين، ولكن الثالثه ثابته، الثالثه بالشباك. بالمره الاولى انجاز، بالثانيه انجاز اكبر، ولكن اللاعب الاخطر داخل منطقه الجزاء كان موجود. الكشك، شوف شيبريكو، شوف التمرير، عملت كل شيء يا شيبريكو، خلصت الكلام فيك يا شيبريكو بالكرة الماضية، ولكن اللي وضع الكرة بالشباك هو هداف الأنصار بالدوري، هداف الأنصار بهالموسم بثلاث أهداف. محمود كشك عم بيعتلي صدارة هدافي الأنصار، ثلاث أهداف لكشك الأنصار، 1-0 بديربي الكرة اللبنانية، 119 هدف أنصاري مقابل 117 للنجم بالمجمل العام. صراحة القراءة واضحة عن الجهة اليسرى، محمد قرحاني شبريكو كنا قلنا من بداية المباراة رح يكونوا الأخطر بلقاء اليوم، وفعلا هن الأخطر كانوا، وتحديدا شبريكو. التوغل من الجهة اليسرى لعب الكرة العرضية كانت مثالية نحو محمود كشك، بالمرة الأولى فشل، بالمرة الثانية محمود كشك كان عم يوضع الكرة داخل الشباك. وهناك في تدخل قاسي من نيكولاس كافي، رح نشوف بالإعادة تدخل. تدخل قاسي جدا، بدي اشوف تدخل الحكم، الحكم الرئيسي حسين ابو يحيى بعد تدخل نيكولاس كافي. دقيقتين وقت محتسب بدل عن ضائع، هل رح يكونوا كافيين امام النجمي لتعديل النتيجة؟ انما هذا التدخل من نيكولاس كافي كان مر مرور الكرام بالنسبة لي حسين ابو يحيى. بالوقت هناك الكرة الأمامية ايضا الأنصارية انها توصل سهلة بين يدي ربيع الكاخي، بين يدي احمد تكتوك. ربيع الكاخي موجود على مقعد الاحتياط، الانصار 1 النجمي لا شيء. المباراة كنا توقعنا انه تشهد اهداف بالشوط الاول، هذا هو الجواب. صدق التوقع. فعلا يعني صدق التوقع انه المباراة تشهد اول اهداف المباراة او اول اهداف اللقاء. بالوقت اللي حسن مغنية بيخرج من مرماه، وهيدي انطلاقة نجماوية، الكرة العرضية ممكن يكون خطورة كثير كبيرة، ممكن تشهد اهداف التعادل باللحظات. نيكولاس كافي كرة العرضية لداخل المنطقة الرأسية، الرأسية بتوصل بين يدي مغنية، مغنية بده يحاول يحافظ على نظافة شباكه، يدخل إلى غرف الملابس وهو متقدم بنتيجة 1-0. عم نشوف بالإعادة هذه الكرة العرضية وهذه الرأسية سهلة، كانت بمكان وقوفه تماما لحسن مغنية، عم ياخذ كل وقته حارس مرمى الأنصار. تذكرت عدنان الشاوي أصلا، يعني المدرب القدير عدنان الشرقي ما فيك ما تذكره بهيك نوع من اللقاءات. احرز 11 بطوله متتاليه مدرب الانصار مع عدنان الشرقي. طبعا تذكرت عدنان الشرقي لحادثه كانت حصلت بمباراه تضامن سور، حادثه طريفه جدا، كان موجود بمباراه تضامن سور، كان قال بوقتها لحسن مغنيه اضاعت بعض الوقت بهيك
ظرف من المباراة، وبهيك وقت من المباراة ممكن يعرضك لبطاقة صفرة تانية ومن ثم البطاقة الحمراء. أنت معك الأولى يا مغنية، ومغنية معه بطاقة بهالمباراة، بده ينتبه أكيد. يا ويلك من عدنان الشرق يا مغنية. وهناك إشكال أيضا على المنصة الرئيسية لملعب المدينة الرياضية، إذا على المنصة الإشكالات رح تكون موجودة كيف إذا على المدرجات. يعني حسين أبو يحيى أطلق صفرته لنهاية الشوط الأول، إذا بهاللحظات عم تنتهي المباراة بالشوط الأول، إذا بتقدم الأنصار بهدف محمود كوجوك، إذا الأنصار واحد النجمة صفر. لحظات قليلة مع الإعلان، وبعدها بنعود معكم لسلسلة التحليل، ومن بعدها إلى الشوط الثاني من ديربي الكرة اللبنانية. ملعب المدينة الرياضية ملعب الرئيس كميل شمعون أمام حوالي 12 ألف متفرج، محمود كوجوك يسجل هدفه الثالث هالموسم، الهدف 119 للأنصار بتاريخ لقاءاته مع النجمة، وال 61 بتاريخ لقاءات الفريقين بالدوري اللبناني. طبعا عدة نقاط أساسية كابتن جمال بقى نحكي عنها. بدي بلش أول شيء مع اعتماد الأنصار على الكرات الطويلة بمقابل اعتماد النجمة على التحضير بكرات قصيرة أرضية. صحيح، الأنصار اعتمد ببداية المباراة خاصة بالثلث ساعة الأولى على أنه يحاول يتناقل الكرات، وباللحظة المناسبة عمر عويضة أو ربيع عطية بيدخل للنص، انتشار عرضي على الخط للشبريكو ينقلوا له الكرة على الطويل لحتى يعمل الواحد على واحد أو اثنين على واحد هو القرحاني. كثير أجدوها الأنصار وقدروا يوصلوا، يمكن لو كان في تصرف على المستوى الفردي من بعض لاعبين الأنصار كان ممكن يشكلوا خطورة. بعد الشوط الأول، بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة بلش النجم يعود للمباراة وبلش يستحوذ على الكرة ويصنع الخطر لحين ما أجدوا ضربة الجزاء، وهي بعتد كان منعرج بالمباراة. صحيح. طيب. كابتن جمال، اعتماد على الأطراف واضح من الطرفين. صحيح. إنما الفرق كان بمطرح ما أنه خالد تكجي عم يعلق بين لاعبين أو ثلاثة، بينما شبريكو أو حسن شعيتو عم يقدر يكون مرتاح على الجهة اليسرى، وهذا سبب التغيير اللي شفناه بنهاية الشوط الأول عند النجم. من الظواهر من مباراة تألق على المستوى الفردي ربيع عطايا على الأطراف وكوفي وخالد التكجي، تألق حسن شعيتو من ناحية الحيوية والانتشار الصحيح والسليم أفاده ضعف محمد حمود على الجهة اليمنى برأيي بدفاع النجمة، اللي خلاه لاحظ في ثلاث كرات الكرة مع محمد حمود يقطعها منها الشبريكو، يعني الكرة تكون مع النجمة تصير مع الأنصار وإجا واحدة منها هدف، فبالتالي كان في تفوق لدفاعات أو معرفة التعامل لدفاعات مع كوفي ومع تكجي ومع ربيع عطايا، لكنه محمد حمود معرف يتعامل مع الشبريكو بالتالي خلاه يصنع الخطر ويسجل الأنصار هدف. بمباراة من هالنوع كابتن جمال بتتحكم فيها عوامل كتيرة، بيبقى العامل الحاسم أحيانا هو العامل الفردي. صحيح. المهارات الفردية، حكيت عن ربيع عطايا، حكيت عن تكجي، حكيت عن كوفي إلى حد ما شبريكو، قديش العامل الفردي عم بيكون هو فرق أساسي لمصلحة فريق على فريق لحد هلأ؟
ما يعني الوحيد اللي عم نشوف انه وقت ما عم نشوف خطوره هي من مجهودات فرديه طبعا بالوقت اللي عم نشوف ضربه الجزاء صحيح هي من مجهودات فرديه او عمل ثنائي يعني من ما من من قبل النجمه عم نشوف وقت ما كوفي عم يعمل مراوغات وعم يعمل مهاره فرديه عم يكون في خطر كذلك الامر بالنسبه للتكجي اللي هن اميز اثنين اليوم يمكن بفريق النجمه كوفي والتكجي بالشوط الاول بالاضافه لربيع عطايا مقابل للانصار اللي عمل شغل كثير كبير اليوم كان من ناحيه المراوغات حتى من ناحيه الدفاعيه عم بيدافع حامل مسؤوليه كثير عم يدخل على العمق حتى الهدف اللي سجله فريق الانصار اذا هلا بنشوفه بس تشوفه له دور كبير رغم الدور الكبير لشبريكو له دور كبير ربيع عطايا لانه رد على التكتوك للكره اجى من الخلف هو وعاد احيا الفرصه لتيجي الكره امام كوجك ويسجل الهدف مره جديده طبعا عم نشوف هالمحاوله المثيرة للانصار صح. كابتن جمال طبعا قلت بدك نشوف الهدف رح نشوف الهدف انما قبل هيك شويه تشويق بنروح على وقفه اعلانيه بنحكي عن الهدف توقعات الشوط الثاني عودي مشاهدينا الى الاستديو التحليلي لمباراه الديربي ال113 بين قطبي كره القدم اللبنانيه الانصار والنجمه والحديث بهاللحظه هو عن هدف الانصار يلي تسجل بالدقيقه 42 عن طريق محمود كوجك جمال شو بنقول عن الهدف هدف جميل بعد مجهود رائع من الشبريكو حقيقه ساعدوا في الخطا اللي ارتكبه محمد حمود والانقضاض عند الشبريكو وعدم الاستسلام لاحظ بناء الهجمه يعني الشبريكو هون وقت ما القرحاني راح من خلفه كان متوقع انه يلعب له لا عمل كسره وعد عمل كسرتين لاحظ هون الجهد الجبار من ربيع صحيح حتى هون قطع لاحظ كوجك هون سهله التكتوك هون ربيع عطايا تدخل يعني التكتوك عمل كل شيء بيقدر يعمله لكنه التدخل ربيع عطايا سهل له المهمه جدا لمحمود كوجك فبعتقد انه الهدف هيك يسجل من عمل متكامل من ثلاث لاعبين عندهم تصميم واصرار على انه يسجلوا كابتن بسرعه يعني الوقت بيمرق وبدنا بعد شوي نروح على ارض الملعب التحضير البطيء بدنا منك تفرجينا بالتحليل ايه بدنا نرجع للناس شو يعني تحضير بطيء بس نحكي تحضير بطيء بدنا نحاول نشرح شو يعني تحضير بطيء تحضير بطيء امراض بيكون ببطء التمرير ككره وحتى ببطء التحرك او التفكير المتاخر بالتحرك بالمساحات الخاليه كيف توجد مساحات لاحظ هذه الكره المفروض بيتر يتحرك لهالمساحة لحتى يمرر بسرعة لحتى يلغي هول اللعبان بيتر بيضل واقف لاحظ أخذ وقته شمس لعب باص كمان كان المفروض بيتر يتحرك لهون وبالتالي بشار كان بيمشي بيتخطى هول لو بيتر إجا لهون طالب تلعب لقدام كان تخطى خط دفاع للأنصار الأول هون تمريرة كمان هون محمد قاسم الزين لازم يكون فاتح أكثر بيجبره يلعب باص سريع هون تخلق مساحات هون بيروح حمود بيدخل كوفي للعمق هيدي تخلق هيك مساحات هذا معناتها بصير ايقاع سريع حتى هون قاسم بعده متاخر انت لازم تكون بتموضع هجومي انتشار هجومي مدافعين والاطراف لازم يتحركوا واخر شيء اخر شيء كابتن جمال رغم هذا السوق عملوا فرصه منه وهون شوف هون كمان سوق بالتغطيه كان من النصار ولا انس ابو صالح نصار حاول يدافع على التمرير ام راح اكرم مشي بذكاء للامام مرر بتوين كمان متاخر عمر عويضه وانس ومعتز والقرحانه مرر بتوين للتكج قدر ينفرد كابتن جمال هون انا بدي اسالك عن نقطه ضعف حطها بشكل حلو انا بدي اسالك صار وقت نروح على الشوط الثاني اللي راح يبتدي بهاللحظات اللي ابتدى الى الملعب محمود ترحيني الي اسيس مجددا تحية لجميع مشاهدي الجديد وما كنتم عم تتابعونا اذا عودي الى ملعب المدينة الرياضية ببيروت عودي للقاء القمة عودي لمباراة الديربي 113 ما بين الانصار والنجمة شوط اول كان انتهى بتقدم الانصار بنتيجة 1-0 شو راح يحمل الشوط الثاني بالنسبة للنجمويين وايضا بالنسبة للانصاريين هل بمقدور النجمة تعديل النتيجة او انه الانصار راح يكون عنده كلام اخر اليوم واضافة هدف ثاني بيقدر يفوز بلقاء اليوم على كل الاحوال يعني كل الترجيحات ممكن تكون موجوده بالشوط الثاني النجمي بالتاكيد راح يفوت على الشوط الثاني مختلف عن الشوط الاول كان الشوط الاول افضل الانصار تحديدا باول ربع ساعه اول ثلث ساعه من ثم النجمي اذا لحظه انطلاق الشوط الثاني على ملعب المدينه الرياضيه كره عم تتحرك نجمويه وسريعا النجمي الى الهجوم بدي اذكر على انه هناك تبديل حصل بصفوف النجمي كان دخل حسن العنان وخرج محمد حمود هيدا اول تبديل بالمباراه
هيدي أول رمية تماس بالشوط الثاني. كل اللي عم بتابعونا بهالوقت، محمود كوجك هو افتتح التسجيل بلقاء اليوم مع أواخر الشوط الأول. هذه كرة الأمام أيضا مع النجمة، الوقت لنيكولاس كافي عم يتعرض لخطأ. كنت ذكرت ببداية اللقاء لأنه أغلب اللاعبين المهريين بيتعرضوا للأخطاء، مثل نيكولاس كافي، مثل ربيع عطايا، أيضا مثل خالد التكاجي. النجمة عم بنظم هجمة من الخلف، هيدي انطلاقة قاسم الزين، بيلعب كرة طويلة اختصار المسافات. ذكر غياب عباس عطوي وعلاء البابا أبرز غيابات النجم والأنصار عن مباراة اليوم، بالإضافة إلى أنه الأنصار عم بيخوض هالمباراة بتشكيلة لبنانية، موجود برونو البرازيلي على مقعد الاحتياط، بالإضافة إلى كريستريمي أيضا موجود على مقعد الاحتياط. أيضا مع النجمة، للنجمة قادر على تشكيل الخطورة، تهديد مرمى الأنصار. بذكر على أنه الشوط الأول شهد ضربة جزاء كان أضاع خالد التكاجي، فيني أقول كان هناك صد رائع وإنجاز كتير كبير لحسن مغنية يلي هو أصلا كان ارتكب الخطأ على نيكولاس كافي. وهيدي الكرة إلى خارج أرض الملعب، رمية التماس لمصلحة الأنصار. على سيرة الصدى لحسن مغنية، أيضا الهدف اللي دخل بمرمى النجمة كان سبقه. رح أتكرر كلام لك يا محمود، محمد مسلماني زمان والله يا أبو سعيد، زمان ما شفناك بالملاعب عم تتابع المباراة. شوفوا ابتسامته العريضة لمحمد مسلماني، بتشبه أنت بتشبه انطلاقاته السريعة على الجهة اليمنى للجناح الأيمن الأنصاري، واحد من أبرز اللاعبين يلي مروا على الأنصار. عندما نتحدث عن الجناح الأيمن، هناك الجناح الأيسر أيضا عبد الفتاح شهاب، إن محمد سلماني موجود بالمنصة الرئيسية عم بيتابع لقاء اليوم. يعني زمان فعلا يا أبو سعيد، جمهور الأنصار بالتأكيد ما بينساك. يمكن جمهور الأنصار كانوا ذاكرينه لما كان حاضر ليكون بأرض الملعب، إنما السنوات والسنوات اللي مرت اعتكاف صراحة، كان هناك اعتكاف من أبو سعيد لحضور مباريات الأنصار، إنما بالفترة الأخيرة كنا عم نشوف تحديدا بالموسم الماضي. وهون يمكن نحن بنقول عودة الكرة اللبنانية، عودة الرونق للكرة اللبنانية تحديدا من الموسم الماضي وما قبل الماضي، تباعا كانت عم تعود أجواء مباريات كرة القدم الحماسية. أوه. الهداف التاريخي للديربي اللبناني فادي علوش، هداف الأنصار فادي علوش، 9 أهداف بمباريات الديربي. فادي علوش مش بس 9 أهداف، إلا هو الهداف اللبناني الأول ب 124 هدف. هيدي الإحصاءات تعود لشيخ المؤرخين الأستاذ علي حميدي صقر، يلي بدي وجه له تحية كتير كبيرة. عندما بنقول الأستاذ علي حميدي صقر يعني ارشيف كرة القدم اللبنانية. بالمناسبة ورطان جزريان كان سجل 117 هدف، تاني هدفي لبنان، وأيضا هيثم زين 114 هدف، ثالث هدفي لبنان. أسماء وصور فعلا ربينا فعلا يعني على هالأسماء الكبيرة. قعدتنا الكثير إلى الخلف، يعني مشهد الزمن الجميل أبو سعيد وفادي علوش حقيقة. يعني رمي التماس حاليا عبد الرزاق حسين، نرجع لأرض الواقع للحاضر. الأنصار متقدم على النجمة بهدف محمود كشك، كان في فادي علوش بالسابق، هلا محمود كشك اللي سجل الهدف. الكرة حاليا بمنتصف الملعب، هجمة نجموية، التقدم ممكن، التسديد حمزة سلامة خطر على النجمة، لما الكرة عم تنقطع من دفاع الأنصار باللحظة الأخيرة. التقدم مجددا، اللاعب السوري عبد الرزاق حسين، وين العرضية؟ العرضية مقطوعة، هل هناك ركنية؟ لا، بيوصل لها، ولكن الكرة إلى خارج أرض الملعب. رمية تماس نجموية، ربيع عطايا قائد الفريق بمباراة اليوم، بالمناسبة قائد الفريق بالأنصار وبالنجمة، اجداد اليوم. الكرة خطيرة، الكرة عرضية داخل المنطقة. شوفوا المغنية كيف مركز على المباراة، شوفوا المغنية بأي طريقة مركز على المباراة، باستثناء الهفوة الوحيدة يلي ارتكب من خلالها ركلة جزاء. جمهور النجمة مترقب نهاية المباراة، بده العودة. شوف الواحد اثنين، واحد اثنين الثالثة داخل منطقة الجزاء، أكرم مغربة وصلت الكرة. كنت عم بحكي إنه قائد النجم بهالمباراة لأول مرة أكرم مغربة، وقائد الأنصار بهالمباراة لأول مرة أيضا ربيع عطايا.
زهران بيسيتش كان قال انه اي لاعب بيكون نجم بالمباراه بالمباراه الثانيه بيكون هو قائد الفريق، مشان هيك ربيع عطايا اليوم هو قائد الفريق. عباس عطوي الغائب الابرز عن مباراه اليوم، الديربي رقم 26 كان مفترض يكون لهاللاعب قائد النجمه، ولكن توقف رصيده عند 25 ديربي 5 اهداف. سلامات يا بشار المقداد. بشار المقداد كان عانى من اصابه باليد، سلامات لظهير ايسر النجمه. على فكره ايضا علي نصر الدين كان سجل 5 اهداف، محمد اللاعبين سجل 5 بمرمى الانصار بلس طبعا صحيح هدف بمرمى النجمه، وتحديدا هذا الهدف كان ب 27/11/2010. هيدا التاريخ يلي الانصار من هالتاريخ ما عاد فاز على النجمه ببطوله الدوري من 2010. هلا حيفوز اليوم الانصار ب 30/9/2016. تعال نشوف التاريخ شو رح يقول. طبعا سؤال كبير صعب الاجابه عنه، اما اخر فوز للانصار كان على النجمه كان بمسابقه كاس لبنان بمجمل تاريخ لقاءات الفريقين بالدور ال 16، هدف لمحمد عطوي وقتها كان هدف الفوز لمصلحه الانصار. الكره ملعوبه حاليا للطرف الايسر، هالكنترول انصاري، شبريكو عم بيحاول المرور لمرر تمريره الهدف مقطوعه من شبريكو، نيكولاس كافي رميه تماس نجمويه، اللاعب الغاني مفترض النجم يسرع اكثر بايقاع اللعب، مفترض لاعبين النجم يحاولوا العوده الى المباراه. كره ملعوبه، اكرم مغربي من لمسه، نيكولاس كافي بمر من اللاعبين المميزين بهالمباراه، معتز يوصل للكره، شبريكو بمحاوله لبناء هجمه مرتده، التمريره الاماميه انها مقطوعه من الدفاعات النجميه بتعود، اكرم مغربي، محمد شمس وسط الملعب، شوفوا عبد الرزاق حسين رح ياخذ مكان، التمريره حاليا لعند خالد، خالد بالكنترول، خالد بمهارته بيرتد للخلف، خالد التكجي بيدخل لداخل ارض الملعب يعني لمنتصف الملعب تحديدا، الكره العرضيه الكره ممكن تشكل خطوره انما الكره راحت سهله لعند المغنيه. خالد التكجي بحب كثير يلعب بالقدم الداخليه، يعني اذا كان على الطرف الايسر بيدخل بالقدم اليمنى، وهذا امر معروف لكل اللاعبين بشكل الخطوره. الكرة حاليا الكوجوكي بيلعبها للطرف الايسر المتقدم مجددا، الشبريكو واحد على واحد بيلعب عرضية، انما العرضية راحت سهلة بيدي الحارس التكتوك، بناء هجمة مرتدة للنجمة. خط البدلاء عند الانصار، حمزة عبود عم بتحضر خطأ كبير بالتغطية، بتعود مجددا من العنان، رمية تماس انصارية، الانصار متقدم، الانصار متقدم 1-0. والتبديل ايضا بشار المقداد عم بيخرج بسبب الإصابة ودخول إلى أرض الملعب صاحب هيدا حسين شرف الدين، حسين شرف الدين اللي كان على الكشوفات بالرقم 8 إنما هو دخل الأرض الملعب بالرقم 30. على كل حال هذا حسين شرف الدين بأرض الملعب، اللاعب الشاب النجم، التقدم حاليا أنصاري، ربيع عطايا بمحاولة تسديد، ربيع بيسدد الكرة، ربيع بيسدد الكرة سنتيمترات جنب القائم الأيسر، عطايا الخطير بالمباراة وبكل المباريات قائد الانصار. رح نشوف بالاعاده، شوف بالاعاده ربيع عطايا، هيدي الحاله اللي عم بحكي عنها بالقدم الداخليه عم بسدد جنب القائم الايسر لمرمي التكتوك، انما التكتوك كان مغطى مرمي بشكل مثالي. اذا التبديل حسين شرف الدين. السؤال على موقع الجديد سبورت عبر الفيسبوك، من سيحسم الديربي؟ الانصار 57%، 40% للنجم مقابل 3% تعادل. تابعوا التصويت، والتصويت عم بيكون كثيف على موقع جديد سبورت مثل ما تعودنا، المتابعه الكبيره لكره القدم اللبنانيه عبر قناه الجديد وعبر موقع الجديد الجديد سبورت. بطبيعه الحال الانصار هو المتقدم بالمباراه، الكره حاليا بتعود نجمويه، حسين شرف الدين بيلعب الكره لمنتصف الملعب، فيتال بلانيتش اول مبارياته مع النجمه بدوري الفا لكره القدم، قاسم الزين بعيده لعند بيتر، اللاعب الاجنبي الصربي بصفوف المدرب الروماني تيتا فاليريو. قاسم الزين التحضير العرضي للنجمه، نيكولاس كافي مثل العاده عم يسقط ليستلم الكرات، انطلق كافي، راح كافي لعب الكره للناحيه اليمنى العنان، وين العرضيه؟ العنان بمر من شبريكو، صعب المرور من شبريكو، شبريكو سريع كثير هاللاعب وعنده امكانيات دفاعيه اللي كنا عم نحكي عنها بالشوط الاول، ممكن باي لحظه شبريكو يكون عم بيلعب ظهير ايسر، وتمريره ايضا رائعه، والكره الاماميه وهيدي المرتده الانصاريه 1-6. اكيد فضل العوده بالكره للخلف، مش مستعجل الانصار، عمر عويضه بينطلق منتصف الملعب، عمر عويضه بيلعب التمريره مجددا، الانصار بمحاوله لبناء هجمه، الكره بتعود للخلف، شوف
ربيع عطايا، شوف ربيع عطايا وين ما كان موجود بخط وسط الانصار، شوف الكرات الانصاريه، الانصار جميل جدا بهالمباراه، خط الفريق الاخضر العرض، الله يا نصر نصر بلا مرور، بلا مرور الكره الخطره كوش الكنترول، انما التغطيه الدفاعيه موجوده، بتعود الكره لعبد نصار، نصر نصار الظهير الايمن الخطر للانصار، بعيد الكره للخلف، افترض يلعب العرضيه، ربيع عطايا المهاره بياخذ كل وقته، ولا حيلعب التمريره، ربيع بعيد الكره مجددا للنصار، اللاعبين عم بيكونوا ثنائي مميز، وارطان بينطلق وارطان بيمر، سباعي بيلعب العرضيه، وين الراسيه؟ الراسيه انصاريه او نجمويه، باتر بلانيتش بيقطع على الكره، الراسيه نجمويه، وعبد الرزاق حسين عم بيستكمل الكره النبيذيه، حسين شرف الدين بيلعب كره طويله، اكرم مغربي بيوصل للكره، جميله حسين شرف الدين، تمريرتك طويله وجميله، وايضا اكرم مغربي بيعكس الكره لعند مين؟ لعند الغاني، نيكولاس كافي ما في اي خطا، خطر النجمه بالكره واحد على واحد، كافي بيمر، كافي بيسدد الكره، تسديدتك تسديدتك مش مثل ما اجمل يا نيكولاس كافي باي طريقه، ملا مرور رح نشوف بالاعاده، خطير اللاعب الغاني، شوفوا الكره، شوفوا كيف حجز، شوفوا كيف مر، وينك يا عمر عويضه؟ باف مر، ما اجمل التمريره، ما اجمل الكره، ولكن تسديدتك مش بجمال التمريره يعني نيكولاس كافي. هذه منا اول مواجهه بين عمر عويضه ونيكولاس كافي، كان هناك مواجهات سابقه عندما كان لاعب بشباب الساحل وايضا كان لاعب بالاجتماعي نيكولاس كافي، كان سجل واحد من اجمل الاهداف نيكولاس كافي، بذكر كثير منيح لقطه نيكولاس كافي بالوقت ايضا الانصار بالهجوم، رح يسعى الانصار من اجل تسجيل هدف ثاني، هل بامكان الاخضر انه يفعلها اليوم ويفك عقده النجماويين ببطوله الدوري؟ دائما الاحصاءات عم بتحدث عنا ببطوله الدوري، شوفوا الاعصاب، الكل على اعصابه اليوم، الجمهور وايضا مقعد الاحتياط بالوقت، اللاعبين اعصابهم عم تكون بالتمام والكمال بالوقت، وهي الكره العرضيه لداخل المنطقه، انما الدفاعات النجمويه عم تكون حاضره، دفاع النجمي عم بيكون حاضر، انما مهاجمين النجمي ما عم بيكونوا حاضرين بالثلث الهجوم، هيدا خروج عم بيكون من حسن مغنيه، حسن مغنيه بعد ما ارتكب الخطا، هيدا هو زوران بيسيتش بيأمل انه يفوز اليوم على النجمي حسن المحمد، عم يستنفذ تبديلاته بوقت بكير، عم يستنفذ تبديلاته المدرب تيتا فاليريو، وهيدا التبديل الثالث عم يتحضر للنجمي بعد دخول حسن العنام مكان محمد حمود، وبعد دخول حسين شرف الدين بالتبديل الثاني مكانه لبشار المقداد، وهيدا التبديل الثالث، مفاجأة، عبد الرزاق حسين هو عم بيكون الخيار بالخروج من تشكيلته لتيتا فاليريو بعام 2010، كان مدربه على فكره تحديدا بالعام 2011، كان مدربه تيتا فاليريو لعبد الرزاق حسين عندما كان مدرب لمنتخب سوريا، تيتا فاليريو الدولي السوري، اذا عم يخرج بهاللحظات صراحه بالمباراه الاولى بالمباراه الثانيه، عبد الرزاق حسين ما ظهر بمستواه يلي بنعرفه على الاقل باياب البطوله مع العهد بالموسم الماضي، بدي اذكر انه عبد الرزاق حسين كان لعب مع العهد بالموسم الماضي وفشل انه يحرز لقب البطوله وايضا لقب كاس لبنان، كان خسروا امام النجمه، اليوم عم بيدافع عن الوان النجمه، اليوم ليلا على فكره عبد الرزاق حسين رح يغادر لبنان المباراه المقبله لمنتخب سوريا بتصفيات كاس العالم امام الصين، اسبوع المقبل ما في دوري لبنان كره القدم، في فداي مباراة منتخبنا الوطني أمام غينيا الاستوائية، نهار الثلاثة المقبل بده ينتبه المغنية، معه بطاقة صفراء بده ينتبه حسن المغنية بطاقة صفراء ثاني ممكن تعرضه، هذا أحد مشجعي نادي النجمة عم يدخل إلى أرض الملعب، هيك أمور عادة بتحصل بالمباريات الكبيرة، بكل صراحة القوة الأمنية جمهور النجم لازم نضيع وقت، منا أبدا لمصلحة إيضاع أي ثانية من وقت جمهور النجم، أبدا منا لمصلحة فريق النجم، بالعكس مصلحة الأنصار بنظموا أمورهم وصفوفهم الأنصار، القوة الأمنية إذا على أرض الملعب المفروض تتعامل بالشكل الصحيح والشكل المطلوب من أجل إخراج أحد مشجعي النجمة اللي دخلوا إلى أرض الملعب، صعب بالمدينه الرياضيه كيف مكن الوصول خاصه بوجود يعني عم نشوف مره جديده، هيدي الكره كانت ذهبيه من شبيك كره داخل منطقه الجزاء، بالمره الاولى فشل محمود كجوك، بالمره الثانيه كان عم يوضع الكره، انما خالد التكجي بالجهه المقابله كان عم يفشل انه يهز الشباك الانصاريه،
حسن محمد اللي دخل من وقت قليل لمتابعة اللقاء، وهذا هو رئيس نادي الأنصار السيد نبيل بدر. عبد الرزاق إذن عم يخرج ودخل مكانه حسن محمد. كنا عم نشوف أيضا سامي الشوم المدرب المساعد، يعني جهاز فني جديد لفريق الأنصار بعد ما تلقى خسارة قاسية أمام السلام زغرتا 2-5. قدم الجهاز الفني الأنصاري استقالته إلى إدارة الأنصار، ومن ثم قبلت إدارة الأنصار الاستقالة، استقالة جمال طه ومالك حسون أيضا مع النجمة. الدقيقة 60، دخلنا على دقيقة 61. النتيجة لازالت تقدم الأنصار بهدف لمحمود كوجك اللي كنا عم نشوفه من وقت قليل بالإعادة. أيضا النجمة بالهجوم، هيدا هو نيكولاس كافي رح يكون اليوم له بصمة بهاللقاء. هيدا السؤال عم يطرحه جمهور النجمة الكبير تحت أنظار المقعد الاحتياطي الأنصار، وأيضا مقعد احتياطي النجمة. هيدا جمهور النجمة، اللوحة الرائعة على مدرجات ملعب المدينة الرياضية. شوف بأي طريقة بيحجز الكرة دائما نيكولاس كافي، وقراراته عم تكون صارمة. الحكم الرئيسي حسين أبو يحيى أمام فرصة النجمة بالوقت اللي خالد التكجي موجود خلف الكرة، وأيضا حسن مغنية عم يطلب من محمد عطوي الوقوف بالمكان الملائم والمكان الصحيح. خالد التكجي خلف الكرة، أغلب لاعبين النجم موجودين على خط منطقة جزاء لحسن مغنية. خالد التكجي، خالد بيلعب الكرة الأمامية لداخل المنطقة، هذا خطأ من حسن مغنية، إنما الخطورة لازالت لمصلحة النجمة. الكرة الرأسية بالمرة الأولى، بالمرة الثانية هناك صافرة من حكم المباراة، هناك صافرة من حكم المباراة. شو هالأمر بيعني؟ بيعني بطاقة، بيعني بطاقة صفراء نيكولاس كافي، لنيكولاس كافي. يعني كنت لمحتها حمراء أول فعلا جيد. يعني كان نقزني حكم المباراة فعلا، إنه كانت اللحظة الأولى اعتقدنا أنه ممكن يشهر البطاقة الحمراء. رح نشوف بالإعادة شو اللي حصل. الكرة الأمامية، حسن مغنية أخطأ، هناك الضربة كانت واضحة، هذا التدخل كان من نيكولاس كافي، هذا التدخل الثاني كان بينه وبين عمر عويضة. خبركم أنه حسين أبو يحيى عم تكون قراراته صارمة، يعني بدون ما يتأخر باتخاذ القرار، عم بيحاول يوصل بسرعة على أغلبية الحالات. زوران بيستش كان ظاهر من لحظات فرح أكيد بتقدم فريقه بنتيجة 1-0 بالمباراة. دخلنا على الدقيقة 64، الأنصار عم بيحسم الدور بال 113 والدور بال 64 بالدوري لحد هاللحظات، لأنه الوقت ما زال طويل عم بيتقدم، لكن النجم بامكانه العوده باي لحظه الى اللقاء. الانصار عم بيقدم مباراه جيده جدا، النجم ايضا بامكانهم العوده الى المباراه، ولكن استنفذ التبديلات الثلاثه تيتا فاليريو. ثلاث تبديلات تمت من قبل المدرب النبيذ. الكره حاليا بيتر بلانيتش بحطها حسين شرف الدين احد البدلاء بالمباراه، بيلعب الكره طويله، الكره اللي عند اكرم مغرب، انما الكره سهله راحت لعند المغنيه، عم ياخذ كل وقته، بيروض الكره بالصدر وبيلتقطها. ما انه مستعجل حسن مغنيه، ولكن بدي ارجع كرر يمكن المره الثالثه عم عيدها انا وياك يا محمود، انه على المغنيه ينتبه، لانه بالتاكيد حارس المرمى يمكن الوحيد اللي بحق له يتعالج بارض الملعب، ولكن اذا اكثر من مره كان عم بحاول يسقط بارض الملعب للمعالجه، بتصور حكم المباراه ما راح يرحمه للمغنيه، بما انه فريقه فيها. شوف ربيع عطايا، شوف ربيع عطايا باي طريقه عم بحاول المرور، بمر ربيع عطايا عم بيرفع راسه مجددا، بمر من الاول، يا سلام يا ربيع عطايا، ملا لاعب عطايا العطو يمكن يسدد، بحضر الكره محمود كوجك، واحد ملا مرور محمود كوجك على التمريره، شبيكو الانصار، شبريكو خطير، شبريكو لحمه الجزاء، شبريكو شو عم تعمل يا شبريكو؟ كيف ضيعت؟ باي طريقه وضعت الكره؟ كيف قبلت؟ كيف حطيت الكره بهالطريقه؟ انفراد شبه كامل للرقم 16 شبريكو داخل منطقه الجزاء، تمريره ولا اجمل من محمود كوجك صاحب الهدف. شوفوا الكوشك مر بشكل ورا اجمل، لعب الكره ملا تمريره، شبريكو وين؟ شبريكو وين سددت؟ ولكن فرصه خطره مجددا للانصار، الكره بتعود انصاريه، الانصار عم بيقترب، الانصار اقرب واقرب على مرمى النجمه، النجمويين مطالبين بالضغط العالي، مطالبين بالروح، مطالبين بمحاوله العوده الى المباراه. حسن مغنيه هيك نوع من الكرات بتشكل خطوره على حارس المرمى، مفروض المدافعين ما يعيدوا هيك انواع
من الكرات لحراس المرمى، وخاصة ما كان في داعي باللقطة الأخيرة، كان هناك فرصة تانية يمكن لأحد مدافعي الأنصار أنه يبني هجمة لمصلحة فريقه. ممكن يندم شيبريكو على إضاعة هالفرصة في حال ما تمكن النجم من تعديل النتيجة بالدقائق القادمة. 25 دقيقة والمواجهة الأوروبية المباشرة صربية لحد اللحظات، من الرومانية تيتا فاليريو، زوران بيسيتش على الكرة طويلة داخل منطقة الجزاء، سهل بيد الحارس أحمد تكتوك اللي على الرغم من تلقي هدف إلا أنه عمل إنجاز بكرة الهدف، إنجاز على دفعتين. حسين شرف الدين بيلعبها بيتر بلانيتش، التحضير التحضير العرضي، التحضير مجددا للنجم بالمنطقة الدفاعية. جمهور الأنصار جمهور هادئ، الجمهور مع أنه متقدم يعني نص الجمهور هادئ نص الجمهور لا، يعني هي الأعصاب تتحكم دائما يعني، وخاصة نتيجة المباراة منا أبدا نتيجة يعني مطمئنة للأنصاريين، ليكون كل الجمهور يمكن عم يحتفل بهاللحظات. دقيقة 66 ما منا ننسى أنه هناك وقت كتير كبير أمام النجم للعودة إلى أجواء هاللقاء. متسم الوقت، ولكن الحالة الفنية بأرض الملعب بتشير أنه الأنصار حتى لهاللحظات أفضل من النجمة. إذا ما أرادوا النجمة العودة إلى المباراة عليهم أنه يفرجونا أنه هن فعلا عندهم روح العودة إلى المباراة. لاعبين نجمة يعني بأغلبية الكرة تشوف الأنصار لاعبين أنصار أفضل بكل بساطة، الأنصار بهالمباراة أفضل من النجمة. الكرة بتعود مجددا بمنتصف على الملعب للطرف الأيمن، ربيع عطايا عم بياخذ وقته، ربيع عطايا معه حسن محمد، ربيع معه نصار، نصار عم بشكل ثنائي خطير، ربيع عطايا، ربيع عطايا وكأني عم بلمح نيمار ببرشلونة لما يكون متقدم فريقه بياخذ ببلش يحاول يحتفظ بالكره بشكل اكثر، مش مطلوب هيك نوع من الكرات، ولكن انت مهاري، انت لعيب، انت حريف، مول بدك اياه يا عطايا، دور من الاول ولكن مر من الثاني، جميل جدا المرور كانت بالكره الماضيه، الكره ما زالت انصاريه، وارطان بيلعب العرضيه وين الراسيه، كنترول شيبريكو ابقى الكره داخل منطقه الجزاء، هل هناك تسديده انصاريه؟ نعم الكره عم بتعود مجددا، الكره عم بتعود لعمر عويضه، عمر وضعها للطرف الايسر، الانصار فايقين بالمباراه، محمد قرحاني هلا حيمر، خطا على القرحاني، خطأ على القرحاني بالكرة الماضية، حسن العنان عم بيحصل على خطأ، الكرة بتتنفس سريعة، يعني كنا عم نحكي ربيع عطايا احتفظت بالكرة ولكن مرورك كان مرور رائع. شمص رح نشوف أكثر من كرة بحس لربيع عطايا بهالمباراة لأنه رايق، لأنه فايق، الكرة النجموية حاليا، النجمي خطر، النجمي ممكن يعود للمباراة. ارتباك ارتباك كبير بلاعبي النجمي، غريبين لاعبين النجم، يعني خالد تكجي لو سجل الكره، لو سجل الكره من ركله الجزاء انا برايي كانت مباراه غير هيك، ولكن هيدي كانت نقطه تحول بالمباراه. معنويات عليت للانصار ولحارسهم مغنيه وتقدموا باللقاء، جمهور النجم عم بيحتاج بكل الكرات، الشمس بيتقدم تمريره بدون عنوان الى خارج ارض الملعب. علاقه مقطوعه يعني العلاقه مقطوعه واضحه ما بين خط الوسط وخط الهجوم، غريب النجم ما في علاقه اصلا يعني موجوده، يعني ما بين وسط النجم وهجومه. غياب عباس عطوي قد يكون غياب عباس عطوي قائد النجم هو له تاثير بمباراه اليوم. أوه. يا سلام يا سلام يا ربيع عطايا، على فكره ربيع عطايا واحد من اللاعبين اللي عندما بيوقف على الكره هو اكثر اللاعبين اللي بيوقف الملعب، كل اللاعبين كنا شفنا لقطه سابقه لربيع عطايا وقف وقف الملعب، ما فيك تندفع كمدافع، ما فيك تندفع ربيع عطايا مستحيل، بده يمر ربيع عطايا الكره مجددا لعند ربيع عطايا، من اللاعبين المميزين اللاعبين الممتعين بارض الملعب. ربيع عم بيراوغ، ربيع بمر من الاول من الثاني، مثلا عم بينطلق ربيع عطايا عم بمرر الكره عم بحطه مع المرمى، وين العرضيه؟ عرضيه انصاريه، الانجاز كره خطيره للانصار، انما انجاز من التكتوك، كره خطيره من الانصار، انما الانجاز من التكتوك نيكولاس كافي، وين المرتد النجموي؟ الانصار اقرب، الانصار اقرب على كل الكرات، عطوه بكل هدوء بيلعب الكره لعند عطايا، عطايا بعيدها مجددا للطرف الايسر، قرحاني قرحاني عم بيطلب من اللاعبين يتقدموا، التمريرات هدي للانصار، شبريكو واحد على واحد بيلعب الكره، وين التسديد الانصاريه؟ ما في لاعبين للنجمه، ما في روح للنجمه، التسديده الى خارج الملعب، بتحس وكانه لاعبي النجمه. انا برايي يمكن يندموا كثير الانصار يعني في حال ما سجلوا هدف ثاني، لانه اضاعه هالفرص يعني او الكم الهائل من الوصول الى مرمى احمد تكتوك عم بيكون كثير كبير بالعشر دقائق الأخيرة، رح يندموا كثير الأنصار في حال ما سجلوا هدف ثاني، لأنه النجمة قادر أنه يعود بأي لحظة من اللحظات، على الرغم من أنه نحن عم نقول النجمة منه النجمة اليوم أصلاً، النجمة منه النجمة من بداية البطولة يعني بمواجهة الراسينك وتحديداً بالشوط الثاني، النجمة منه النجمة أمام النبشيت، واليوم الأنصار عم بيكون
أفضل من النجمة. إذا ما بدي استعمل كلمة أفضل فيني استعمل كلمة الأنصار أكثر وصولا والأخطر على مرمى النجمة. ببساطة محمود إذا الأنصار ما فاز بالمباراة اليوم ما حقق النقاط الثلاثة بيكون حتى بالمباراة اللي عم بيكون فيها أفضل من النجمة، النجم مشكلين العدد من 2010 70 دقيقة لا ينتبهوا الأنصار 70 دقيقة دخلنا على دقيقة 71 هناك وقت كافي. عمر عويضة إذا يلي موجود على أرض الملعب عم يتلقى العلاج يلي أحرز لقب بطولة ألفا لكرة القدم بموسم 2011-2012 مع النجمة. هيدا اللاعب شبريكو صاحب المجهود، صاحب المجهود الكبير والكبير كثير شبريكو بلقاء اليوم ما بيتعبوا. محمد كرحاني عن جد ما بيتعبوا. صار على الطريقة الأيسلندية بس هيدي الطريقة صارت لكل الفرق. الكرة خطيرة حاليا، الكرة النجموية ممكن المرور ممكن التسديد خطيرة جدا انما صدى صدى من المغنية. الكرة النجموية لقت حسن مغنية على طريقة الحكم هو ركنية ركنية نجموية. خالد تكش عم بيروح لتنفيذ الكرة شو بالإعادة حسن محمد حسن كسر حسن مر حسن سدد إنما الحسن الآخر مغنية موجود. ما في وقت للتضييع، ما في وقت لإضاعة الفرص. علي فقيه بالمواجهة أيضا مع تيتا فاليريو الركنية النجموية. خالد تكش بيلعب العرضية وين الرأسية التغطية دفاعية أنصارية، التغطية الدفاعية الأنصارية إلى خارج أرض الملعب رمي التماس لحسين شرف الدين. ما في وقت يضيعون نجمة ابدا. بحط الكرة لعند حسن محمد، شوفوا وينو حسن محمد بيلعب كرة طويلة سائطة بمحاولة ضرب دفاع الأنصار. الكرة الرأسية الأنصارية هناك دربكة هناك رأسية ولكن الكرة انحسمت للدفاع الأنصاري. هل هناك هجمة مرتدة؟ عمر عويضة بيلعبها، الأنصار عم بيروح، الأنصار عم بيهرب، الأنصار ممكن بأي لحظة يقضي على المباراة وأيضا النجم بأي لحظة ممكن يحقق هدف التعادل. شبريكو عم بيقدم مباراة كبيرة ولكن خرج من أرض الملعب. شبريكو عم بيقدم مجهود كبير ولكن خرج بهالكرة الى رمي التماس. صراحه انا مش بس شبريكو، يعني اغلب لاعبي الانصار اليوم بتحس انه عندهم روح قتاليه عاليه وجايين على مباراه اليوم انه يحققوا نتيجه امام النجمه. فوز التضامن صور، فوز التضامن صور، ما في شك ابدا انه اعطى معنويات عاليه للفريق الاخضر. ما في شك، بالمقابل خساره النجم النبشيت وضعت ظهره على الحيط، عم بيلعبوا تحت ضغوطات لاعبي النجمه على الرغم من هذا. هي مغنيه مغنيه عم بيلطش. عم بيقول الحكم يعني ناطر الحكم تشوف شو رح يقول. هناك خطا، اذا خطا بيقول الحكم على اكرم مغربي. كنت عم بحكي عن خساره النجمه امام النبشيت، المعنويات والضغط على لاعبي النجمه. زوران اذا فاز اليوم هذه ثاني مباراه، هل التقطها خارج منطقه الجزاء؟ يعني اليوم اذا زوران فاز بمباراه اليوم بكون يعني فك عقده النجمه. فراب بسيتش تحية صراحة، تحية من القلب لجمهور النجمة الكبير اللي عم يواكب فريقه وأيضا تحية لجمهور الإنصار من القلب اللي أيضا كبير طبعا جمهور الإنصار أيضا جمهور كبير. إنما أعداد جمهور النجمة على المدرجات الأمور محسومة، أكبر من جمهور الإنصار أعدادهم موجودة على المدرجات. هذا جمهور النجمة، يعني هذا الموضوع ما بدنا نتحدث فيه دائما لما نقول في مباراه. طبعا جمهور النجم جمهور الاكبر، يعني هيدا ما حتى ما نرجع نفوت بجدالات فيها بعد اكثر من مره. جمهور النجم دائما الجمهور الاكبر ولكن ما في شك هيدا الجمهور ايضا كبير، جمهور الانصار حضور جماهيري ترفع له القبعه اليوم بارض ملعب المدينه الرياضيه. وبرجع بكرر للمره الاخيره، لو كانوا هالجمهورين موضوعين بمواجهه المنصه الرئيسيه يعني بمواجهه الكاميرا لكان المشهد بذكرنا بالزمن الجميل. ولكن طبعا اعدادهم اعداد الزمن الجميل بالكره اللبنانيه اللي انا متاكد انه رح تعود الكره اللبنانيه الى بريقها وبدات تعود ب طبعا المواسم الماضيه وخاصه مع قناه الجديد النائل الحصري لكره القدم كريس ترامي عم بتحدى للدخول الى ارض الملعب. كريس ترامي شباب الساحل كيف رح يكون بلقاء اليوم البديل بالدقيقه 75؟ يعني زوران بيسيتش ما عم بيدافع، زوران بيسيتش عم بيدخل مهاجم، اكيد رح يخرج مهاجم ولكن بالتاكيد ايضا ما عم بفكر بالدفاع. شوفوا الانصار كيف عم بيسيطر على المباراه لكن عليهم ينتبهوا من هالكرات الاجمات المرتده. خالد تكشي وحده من الكرات الخطيره، النجم خطير، الكره العرضيه وين الراسيه؟ اوه وين الراسيه؟ كره جول، الله على النجمه، خطير النجمه والكره مرت مجددا جنب القائم الايمن. اكرم مغرب الحاسم بكل المباريات دائما مباراه النجم والانصار، اكرم مغرب عم بيكون حاسم. يا تيتا رح تندموا على هالكره،
يا فاليريو يا الرمادي رح تندم على رأسيته لأكرم مغربي. وبتبها من المرتدة حسن محمد بسالة رأسية كسرت العارضة الأنصارية والتسديدة جنب القائم. المباراة اليوم مش عم تبتسم للنجمة، المباراة اليوم عم تبتسم للأنصار، للجمهور الأخضر، للاعبين الفريق الأخضر، وخاصة من نقطة الجزاء كانت عم تبتسم المباراة لفريق الأنصار. كريس تراميم أكان محمود كوشك مثل ما كنا متوقعين، خروج مهاجم ودخول مهاجم، صاحب هدف الوحيد عريس المباراة محمود كوشك عم يخرج أرض الملعب وعم يدخل كريس تراميم. لورينيو اللاعب العاجل يلي ممكن أيضا يعطي الإضافة، آخذ كل وقت محمود كوشك بالخروج، هيدا أمر متوقع وأمر معروف، أي فريق فائز بالتبديل حياخذ كل وقته. ما غلط الانصار ابدا، ما غلط الانصار بعوده محمود كوجك لصفوفه بعد بيعه باللحظات الاخيره، هيدا هو هدف لمحمود كوجك، اصر انه يسجل بشباك النجم اليوم محمود كوجك. يعني على الرغم من الهدف انا اكد على التكتوك، ما معقول كيف صد الكره على دفعتين باي انجاز، يعني محمود كوجك كان حظه جميل جدا، الكره رجعت تهادت امامه، قالت له سدد، قالت له جيب جول، قالت له سجل، قالت له افرح مع الجمهور الانصار، الكره خطره للنجمه، مقطوعه انصاريه، هل هناك مرتده؟ انما حسين شرف الدين عم يحجز الكره لعند حارس مرميه، التكتوك بحطها سريعا عند قاسم الزين، اخر 13 دقيقه من الوقت الاصلي لمباراه الديربي، مين اللي حيفوز؟ مجددا شمس عم يخسر الكره، وما اكثر الكرات الضائعه بوسط النجمه، ربيع عطايا بحاول على المرور، معه الشمس، بمر من الشمس، راح عطايا راح حرب المهاره، ما معقول شو عم تعمل بهالمباراه، ربيع عطايا شوف التغطيه، شوف التغطيه الدفاعيه لحسين شرف الدين، هالشاب عجبني كثير باكثر من مباراه، فعلا يا محمود هاللاعب لما يكون على ارض الملعب عم بيقدم مباريات جميله جدا. دقيقة 77 حسين شرف الدين برمية التماس بيلعب الكرة الأمامية مقطوعة أنصارية بتعود نجموية، هل هناك عكس مفترض يعكسوا، يعني دائما النجمة عم بيلعب الكرات القريبة عكسوا اتجاه اللعب، برافو يا حسن محمد غير الملعب لعند قاسم الزين، شعب النجمة بعاد عن بعض، يعني بعاد خطوط النجمة عم تكون متباعدة نوعا ما، في بعد فعلا محمود بخطوط النجمة. بيتر بلانيتش بيتقدم قلب الدفاع رح يلعب الكرة للناحية اليسرى، حسن محمد صاحب التمريرة المثالية، إنما حسن محمد بيخسر الكرة، عطوة بينطلق، عطوة راح، لعب الكرة لأمير ربيع عطايا، بهيك أماكن شو رح يعمل ربيع؟ ربيع بمر مع نيكولاس كوفي، هناك خطأ. ذكي 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 كثير، كثير ذكي ربيع عطايا، كثير كثير من نفس المكان اللي سجل واحد من أجمل وأروع الأهداف، بل هو هدف عالمي بمرمى التضامن سور، من نفس المكان رح يعيدها ربيع عطايا، هون السؤال. عطايا العالمي. فعلا بهدف التضامن سوري كان في خطا واضح، ولكن هالمره بتصور التكتوك عارف تماما وين ممكن يسدد ربيع عطايا، متيقظ رح يكون للكره القادمه. انا بعتقد انه ربيع عطايا واحد من اللاعبين اللي ما بيخلي اصلا حارس المرمى يعرف وين يسدد، ما بيخلي اللاعب اصلا يعرف من وين بده يمر ربيع عطايا. على كل الاحوال رح نتابع الضربه الحره لمصلحه الانصار، ربيع عطايا رح يكون موجود خلف الكره، شوفوا ربيع عطايا هو اللي حصل على الكره وهو اللي قطع الكره ووصل الكره لعند محمد عطوي، والاخير ايضا وصل الكره لعند ربيع عطايا بخبره كثير كبيره ربيع وبذكاء عالي جدا، كان عم يحصل على خطا على حدود منطقه الجزاء، هل بامكان ربيع عطايا التسديد والتسجيل؟ ربيع عطايا خلف الكره بسدد مباشره، انما تسديد ربيع عطايا عم يكون بحائط الصد. ركنية أنصارية موظفين اتحاد لبنان لكرة القدم، تحية لهم أكيد على مجهودهم على أبواب المدينة الرياضية وغير المدينة الرياضية، أجانب من الحضور بدور بالكرة اللبنانية. أكرم مغربي قائد الفريق، حظك سيء بهالمباراة يا أكرم مغربي، بأول مباراة عم تكون فيها قائد الفريق، فريقك لحد هلا خسران الكرة العرضية، وين الرأسية؟ هناك كرة أنصارية، أدى المكان داخل المقطع التسديدة بمكان وقوفه تماما، بمكان وقوفه تماما للتكتوك، تسديد المعتز بالله الجنادي، الرأسية حاليا والتغطية عم بتكون مجددا، والكرة الأنصارية، الكنترول جميل والتمريرة أجمل، وأيضا الشبريكو ملا مرور، ملا مرور يا شبريكو بالكرة الماضية، وحسن العدنان بطاقة صفراء، حسن العدنان بطاقة صفراء، رح نشوف بالإعادة أكيد الخطأ من منتصف الملعب، لازم نشوف الإعادة، يعني الكرة الأنصارية كانت جميلة جدا والكنترول كان مميز باللقطة الأولى واللقطة الثانية. إصابة الشبريكو بالدقيقة 80 من المباراة، شوف بالإعادة. يا سلام محمد عطو جميل يا عم، مضغوط شبريكو، يا سلام
مباراة جميلة. الأنصار اليوم بصراحة محمود الأنصار هاديين رايقين فايقين بهالمباراة وعارفين شو بدهم. تيتا فاليريو معصب بطبيعة الحال، يعني تيتا فاليريو بطل كأس لبنان مع النجمة، بطل النخبة، بطل السوبر، ثلاث بطولات متتالية، اليوم عم بيخسر وما عم بيفوز للمباراة الثالثة المتتالية، وبالتالي الأمور منها منيحة. على كل عشر دقائق يعني بيأمل جمهور النجمة العودة إلى أجواء المباراة، بيأمل جمهور النجمة فريق النجمة بيأمل أيضا العودة إلى اللقاء. عشر دقائق قد يكونوا كافيين أمام النجمة وأيضا أمام الأنصار، وقت كافي لحسم نتيجة اللقاء. حمزة عبود مكان الشبريكو اللي خرج من أرض الملعب، شبريكو أحد رجال المباراة اللي قدم مباراة جميلة جدا، يعني صاحب الهدف وصاحب تمريرة الهدف، خرجوا من أرض الملعب. إلى جانب بعض موجودين بهالوقت. خرجوا من أرض الملعب اللي كانوا حاسمين بمباراة اليوم، إذا ما استمرت النتيجة وقت طويل، تسع دقائق نهاية الوقت الأصلي، وهناك أكيد وقت محتسب بدل عن ضائع الكرة حاليا حسين شرف الدين بمر. عجبني كثير هاللاعب مر انطلع، ما أجمل هاللاعب، ما أجمل تمريرات وما أجمل مرور والتسديد حاليا، ما مرر الكرة. لاعب منتخب لبنان الأولمبي حسين شرف الدين والشبريكو أيضا الظاهر على الشاشة. شوف بالإعادة شبريكو قطع الكرة، خلقها، وضعها، المسجل إنجاز، إنجاز رائع من التكتوك، إنجاز آخر من التكتوك داخل الشباك، سجلوا بشباك النجمة وخرجوا من أرض الملعب. حسن المحمد بيلعب العرضية، الكرة الرأسية، الدربكة داخل منطقة الجزاء، مقطوعة إلى خارج أرض الملعب. بالتأكيد يعني شبريكو ومحمود كوجك خرجوا من أرض الملعب، إنما رح يبقوا بقلوب الأنصاريين في حال بقيت نتيجة المباراة على حالة هي التقدم 1-0. ست سنوات الأنصار ما فاز على النجمة، هلأ حتكون إصابة بيتر بلانيتش. هيدي الكرة رح تاخذ كثير أخدورات. بالدقيقة 82 رمية تماس نجموية حاليا لداخل منطقة الجزاء، وين الرأسية؟ الرأسية أنصارية، لا هناك دربكة داخل المنطقة، ما زالت الخطورة. حمزة سلامة، حمزة سلامة بيوصل للكرة، كرة بالكعب، التسديد، إنما العرضية شو هناك؟ خطورة داخل المنطقة، حسن محمد، الدربكة ما خلتنا نعرف هل هناك تسديدة أو تمريرة. حسن محمد حافظ على الكرة، لعب الكرة للطرف الأيسر، شوفوا الأنصار كيف عم بيقاتلوا على أغلبية الكرات. بصار بصار موجود على الكرة الماضية، والكرة إلى ركلة مرمى. بصار بصار القادم من النبشيط، وطبعا لاعب تضامن سور سابقا، احد اللاعبين المميزين على الطرف الايمن وايضا على الطرف الايسر. هذه الكره واضحه، قاسم الزين هو اخر من لمس الكره الماضيه. جمهور الانصار على المدرجات بدا يحتفل على طريقته. الكره اللي عندي نيكولاس كوفي بكيلا تحتفل جمهور الانصار، ما زال هناك متسع مع الوقت. النجمه قادر، النجمه بامكانه العوده، نيكولاس كوفي بامكانه التسديد، بيسدد نيكولاس كوفي، خطير النجمه، اكرم مغربي، التغطيه الدفاعيه، هيدا انجاز دفاعي مش تغطيه، هيدا ابداع دفاعي مش تغطيه. تاخرت يا اكرم مغربي، سيء الحظ بالمباراه، ما عم بتكون مثل ما كنت دائما للنجمه، ما عم بتكون حاسم. شوف المرور، التغطيه الدفاعيه ايضا نجمويه، اشتعلت المباراه، ولعت مباراه النجم والانصار. خالد تكجي وضعها، الكره ملعوبه لعند العنان، وين العرضيه؟ عناني بيلعب العرضية، إنما أيضا دفاع أنصاري موجود، وارتان عم بيعود، دفاع أنصاري موجود. المباراة رائعة، المباراة مثالية، المباراة مسائية، المباراة بتليق بديربي كرة القدم اللبنانية. 1-0 للأنصار، النجم حاليا قريب من التعديل، قادرين يعدلوا، قادرين يبدلوا، قادرين يغيروا. وجه جمهور الأنصار واضح، قلقين، الكرة ملعوبة، مقطوعة من دفاع الأنصار، بتعود مجددا، الصراع الثنائي، ما زالت الكرة مع الفريق الأخضر. هيدي مرتدة، كريست رامي، كريست ما زال، يعني كريست تشعر وكأنه منه حاضر بعد لحد هلا بالمباراة يعني الأولى. ما بدنا ننسى أن كريست يعني عائد من الإصابة فعلا. شمس بيلعب الكرة للطرف الأيسر، حسن محمد من فور دخوله عم بشكل نوع من الخطورة. حسن محمد بيدخل لمنتصف الملعب، حمزة سلامة لاعب الخبرة، وين خبرة حمزة بهالمباراة؟ هلا حيستعملها للعودة إلى اللقاء. نيكولاس كوفي واحد من نجوم المباراة أيضا، نيكولاس كوفي بيبرر، إنما التغطية الدفاعية، دفاع الأنصار وتحديدا ثنائي خط الدفاع إن كان أنس أو معتز جاهزين لهالمباراة. لا شك يعني تعليمات واضحة للمدرب زوران بقطع كل الكرات. عم نشوف بالإعادة هل هناك تسلل؟ بالتأكيد ما في تسلل، بالتأكيد ما في تسلل، إنما عودة كانت فعلا إنجاز دفاعي بالعودة الأخيرة. وإلا كنا شفنا النجمة عم بسجل هدف التعادل. محمد قرحاني روح إيطالية فعلا، من وين بتجيبها يا محمد قرحاني؟
روح ايطاليه ولياقه بدنيه عاليه. دائما محمد كرحاني عم بيكون على قدر الامال اللي بيضعها عليه المدربين. بدك تعرف من وين بيجيبها محمد كرحاني؟ كان عم بيقول قبل اللقاء انه وعد بنته سلاسته بده يهديها المباراه، لحد هلا هو متقدم. بالوقت هناك هجمه نجمويه قاسم الزين، قاسم ممكن يلعب كره طويله اختصار المسافات، هيدي وحده منهم. الكره لداخل منطقه الجزاء، ممنوع الاخطاء الدفاعيه. دفاع الانصار عم بيكون عم بيحاول دائما انه ما يخطئ باي كره من الكرات، هيدي انطلاقه ايضا لمصلحه الانصار. تمرير الكره بهيك وقت من المباراه مفروض تحصل على الكره، مفروض دائما الكره تكون بين اقدام لاعبينك. هذا الامر ما عم يقدر يعمله الانصار بهاللحظات. هيدي الهجمه النجمويه والانطلاقه بالهجمه المرتده السريعه، انما حسن العنان ما بيقدر. عم نشوف مره جديده محمد كرحاني. يا سلام يا سلام على محمد كرحاني على التاكل. وإلا كنا شفنا أكرم مغربي عم بسجل هدف التعادل لمصلحة النجمة بمباراة اليوم. محمد عسكر أيضا عم بتحضر للدخول الوقت. الكرحاني رمي التماس، أيضا الهجمة النجموية والتغطية الدفاعية عم تكون حاضرة. مين هو دائما محمد كرحاني؟ يبكي الكرة داخل أرض الملعب، إنما بتعود أيضا لعند أكرم مغربي. يا سلام من المرور، أكرم مغربي بيتعرض لخطأ. مرور مميز كان لمهاجم النجمي باللقطة الأخيرة، وتدخل عم بيكون الحكم الرئيسي حسين أبو يحيى. عم يشوف الإعادة. يا سلام، هذا هو المرور اللي عم تحدث عنه كنت لأكرم مغربي. طبعا جمهور النجمي عم بيطالب فريقه بالتعديل قبل انتهاء الوقت الأصلي، قبل نهاية المباراة. هذا هو جمهور النجمي مطالبا لاعبينه بالتعديل بهاللحظات. التعادل افضل من الخساره بالنسبه للنجمويين، انما كنت ذكرت بالبدايه نتيجه التعادل كانك يا ابو زيد بغى زيد بالنسبه للفريقين. هيدي الكره النجمويه قد تكون الاخطر مع نهايه او على مشارف نهايه الوقت الاصلي. خالد التكجي بيلعب الكره العرضيه، انما الكره عم تنقطع من دفاعات الانصار، بتعود الكره ايضا لمصلحه النجمه. ممكن الخطا، ممكن هجمه مرتده، انما حسن محمد ايضا بيعيد الكره لمصلحه فريقه. مجددا حسين شرف الدين، كل لاعبي الانصار اصبحوا موجودين بمنطقتهم. العوده الدفاعيه ممكن تكون خطره على الانصار، انما هيدي الانطلاقه بالهجمه المرتده ايضا ممكن تكون اخطر. انطلاقته لكريس تريمي، بيحاول المرور كريست، وتدخل عم بيكون موجود من حسين شرف الدين. ايضا اللاعب اللي تحدثنا عنه وقت دخوله كريس تريمي ما كان عم يقدر يمر باللقطه الاخيره، وتبديل اذا اخر بصفوف الانصار. محمد عسكر مكان عمر عويضه، قدم لعليه اليوم مجهود كبير. عمر عويضه اول ديربي لعمر عويضه مع الانصار. اذا محمد عسكر هو اللي حيدخل يتابع الدقيقتين المتبقيتين على نهايه احداث اللقاء، لقاء الديربي رقم 113 بين الفريقين، الرقم 64 ببطولة الدوري. من سيكون الفائز بلقاء اليوم، الأنصار أو النجمي؟ هي رمية التماس توصل لعند كريست. كريست يبكي الكرة داخل أرض الملعب، ولا زالت الكرة أنصارية. بخبرة محمد كرحاني أيضا بيحاول يلعب الكرات. هذه تعليمات زوران. في حال فاز الأنصار اليوم على النجمة يكون هيدا أول فوز للأنصار من عام 2010 ببطولة الدوري. سوء تفاهم كان باللقطة الأخيرة، بتعود الكرة لمصلحة النجمة. الوقت المحتسب بدل عن ضائع ممكن يكون لحوالي 3-4 دقائق، وهيدي انطلاقة حسن محمد السريع بيحاول يمر، وهذا إلى جنبه السريع الآخر نصار نصار، واحد من اللاعبين أيضا نصار نصار اللي عمل مجهود كتير كبير بلقاء اليوم، مثل محمد كرحاني ايضا، مثل شبريكو اللي اصبح موجود على مقعد الاحتياط بالاضافه الى محمود كجوك. حاسمين كانوا بمباراه اليوم اللاعبين اللي عم بتحدث عنهم. بالوقت الانصار ايضا بالهجوم، انطلاقه انصاريه، هذا تقدم لحمزه عبود. حمزه عبود الكل بانتظار الكره العرضيه، بغير رايه بيعيد الكره الخلفيه. اغلب الكرات دائما بتمر عن محمد عطوي، بيخسر الكره محمد عطوي مش لوقت طويل، بتعود ايضا للعطوي. هذه تمريره اماميه، كريستريمي داخل منطقه الجزاء بيحاول المرور. شو عم بيقول حكم المباراه؟ هلا عم بيقول ضربه جزاء، ضربه جزاء للانصار، ضربه جزاء للانصار اليوم. كلمه السر بلقاء اليوم باختصار هي الوجه الاسمر. كان بالمره الاولى اتعرض للخطا نيكولاس كافي، سدد خالد التكجي على هالمرمى اضاع. بالمره الثانيه هيدا التدخل عم بيكون موجود
من احمد تكتوك على مين؟ على كريستريمي. 5 دقائق من الوقت المحتسب بدل عن ضائع، وقت كافي صراحة. شوفوا كريست كيف مر، التدخل كان واضح من احمد تكتوك. فرصة كبيرة ايضا للانصار، هدف الثاني. هالامر بيعني انه انفجار رح يكون على مدرجات الانصار، رح يحسموا نتيجة اللقاء، رح يحسموا لقاء الديربي تحت انظاره للمدرب تيتا فاليريو. من هو رح يسدد الكرة؟ اذا ضربة جزاء لمصلحة انصار، مين غيره؟ نجم الانصار ربيع عطايا. ربيع بيتقدم، ربيع خطوة 2 3 بيسدد، بضيع ربيع عطايا بالمرة الأولى، بالمرة الثانية الكرة إلى خارج الملعب. عم بضيع ربيع عطايا، شو عم بيصير بمباراة اليوم؟ كما أضاع المهاري خالد التكجي، المهاري الآخر أيضا عم بضيع من نقطة الجزاء. شو عم بيصير بمباراة اليوم؟ بالوقت هناك الكرة الأمامية ممكن يختل مغنية، الكرة إلى خارج الملعب. مباراة مثيرة بكل الكلمة من معنى. كادوا الأنصار يتلقوا هدف التعادل بعد فرصة كثير كبيرة صراحة من نقطة الجزاء. حسن مغنية عم يسقط على أرض الملعب، شوفوا هيدي الكرة الطويلة وهيدي الكرة الرأسية من أكرم مغنية، يعني أصابة الخشبات أو لو أصابة المرمى فعلا كنا شفنا هدف التعادل. نفس المرمى ونفس الزاوية. ومعقول مباراة اليوم ومعقول الأعصاب؟ هيدا هو ربيع عطايا من هالمكان كان عم بيضيع، وبالوقت احمد تكتوك ايضا عم يعمل انجاز على نفس الزاويه تماما. يعني بالوقت اليوم رح نشوف قد ايه متقدم حارس المرمى، ليك قد ايه متقدم حارس المرمى ما بعرف. اذا يعني الحكام ما عم يعتمدوا هالغريب، غريب جدا في قانون ما بعرف في قوانين الحكام وقت بيتغاضوا حتى في قوانين مستحدثه. يعني بالفتره الاخيره بالوقت الانصار متقدم بنتيجه 1-0، 92 دقيقه، دخلنا على الدقيقه 93، الدقيقه الثالثه من الوقت المحتسب بدل عن ضائع. من سيفوز بالديربي رقم 113؟ هذا الخطا النجماوي. نصر بمر، يا سلام نصر بمر، بيلعب كره عرضيه، لا ما بيلعب كره عرضيه نصر، بيخدعني وبيخدع الجميع ايضا مع نصر، بيدخل بيلعب كره خلفيه، انما الكره الخلفيه عم تنقطع. شوف الضياع واضح بخط دفاع النجمه، تخيلوا حسن محمد موجود بخط الدفاع، والارتباك واضح، الارتباك واضح، والكرة لازالت داخل أرض الملعب. أيضا بتعود الكرة أنصارية، المحاولات الأنصارية لازالت قائمة. هذه الانطلاقة بالهجمة المرتدة بتتوقف. شو عم بيقول إحسان أبو يحيى؟ إحسان أبو يحيى عم بيقول إنه هناك خطأ مرة جديدة. عم نشوف ربيع عطايا تسديدته من نقطة الجزاء نجح بملعب سور البلدي، إنما ما نجح بملعب المدينة الرياضية. موجود احمد تكتوك ليسد الكره الاخيره، متبقي دقيقتين فقط على نهايه الوقت الاضافي لمباراه الديربي، ايضا مع حمزه عبود مجددا مع النجمه، بده يحاول يخرج من منطقته النجمه. سوء حظ كان عاند النجمي بالشوط الثاني، وخاصة بعد كرة الرأسية اللي اصطدمت بالعرضة لأكرم مغدى، وهذه كرة طويلة، إنما حسن مغنية عم يلتقط الكرة على دفعتين. حسن مغنية عم يلتقط الكرة، صاحب البنية الجسدية القوية حسن مغنية. خلنا على الدقيقة الرابعة، متبقي دقيقة وبعض الثواني على نهاية اللقاء، النجمي أو الأنصار والنجمي بلقاء الديربي. هل بإمكان النجم التعديل؟ هل بإمكان نيكولاس كافي إنه يمر بالكرة الأخيرة؟ نيكولاس كافي بيحاول المرور، مقطوع الكرة من أمامه أيضا مع نيكولاس كافي، مع رمي التماس نجماوية، ممكن يكون الفرصة الأخيرة النجماوية. أيضا مع حسن محمد بيلعب كرة ساقطة على حدود المنطقة ولا داخل منطقة الجزاء، الدفاع الأنصاري، وهيدي تسديدة على الطاير بالمرة الأولى، بالمرة الثانية ممكن هدف التعادل. أكرم مغربي، الأنصاريين عم تتابع عقدة
سعاده الانصاريين والفرحه المجنونه عم تكون على مدرجات النجمه. ما تسالوا باي دقيقه، بكل بساطه بالدقيقه الخامسه من الوقت المحتسب بدل عم ضايع. هيدي الفرحه النجماويه، هيدي الفرحه القاتله للنجمه، هيدا جمهور النجمه بكل بساطه عم يحتفل. ما معقول ما لا مباراه، ما معقول ما لا احداث لقاء عم تكون اليوم. شو اللي عم نشوفه عبر شاشه الجديد؟ بكل بساطة الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل عن ضايع، الهداف القناص صاحب الرأس الذهبية إنما عم بسجل بقدمه اليوم. عم نشوف بالإعادة، شوفوا الارتباك داخل منطقة التسديدة، وصلت الكرة لعند مين؟ أكرم مغربي، جول للنجمة. 1-1 أصبحت النتيجة، على الأرجح رح تنتهي النتيجة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بكل بساطة. شوفوا الأخطاء الدفاعية، هيدي الكرة العرضية وصلت لعند مين؟ لعند أكرم مغربي. أكرم مغربي اعتاد إنه يحتفل بهاللحظات، اعتاد إنه يحتفل بهالأوقات، كان احتفل أمام جمهوره بالدقيقة 119 تماما بكأس النخبة، اليوم عم يحتفل بهدف التعادل. النتيجة المرة على الأنصاريين بكل بساطة، وهيدي الدماء عم تكون موجودة على وجهه، عم تكون موجودة على وجهه لمحمد كرحاني. هيدا المشهد عم نشوفه للمرة الثانية على التوالي مع محمد كرحاني، من غير مكان، يمكن غير مكان، مش نفس الإصابة. على أمل يكون إصابته طفيفة محمد كرحاني، وهيدي انطلاق للأنصار، ممكن تكون الفرصة الأخيرة. كنت عم بتحدث عن فرصة أخيرة لمصلحة ايضا الكره العرضيه، انما الكره العرضيه الى خارج ارض الملعب، هل رح تلعب الركنيه بهاللحظات او انه حسين ابو يحيى عم يعلن عن نهايه احداث اللقاء بالتعادل الايجابي. عم نشوف مره جديده بالاعاده شو اللي حصل داخل المنطقه. التعادل الايجابي، التعادل المر بكل بساطه للانصاريين، هو مفرح ومفرح كثيرا للنجماويين، وهيدي الفرحه الكبيره المجنونه. نقطه أفضل من خسارة المباراة صراحة. أكرم مغربي خلى الأجواء تكون إيجابية بالنجمة، لو ما أكرم مغربي سجل الهدف بآخر لحظة الأجواء ما كنت رح تشوفوها هيك أبدا. مش بس على الجمهور عم بحكي، لا بالإدارة ولا بالجمهور ولا بالجهاز الفني، أكرم مغربي أبقى الأمور إيجابية بالكتيبة النجموية. إذا التعادل 1-1، متخصص أكرم مغربي إذا بهزة الشباك بآخر الثواني، قناص الشباك، مرعب الحراس وين ما كان عم بيكون موجود أكرم مغربي، وعم بيسجل أهداف قاتلة، أهداف مثالية، أهداف بأوقات مثالية. ولكن سلامات أيضا للقرحاني، الأنصار أضاعوا المباراة. يعني رمي عطايا روح المباراة. أجواء المباراة صراحة مثيرة، مثيرة إلى الغاية صراحة، وخاصة يعني ربيع عطايا مثل ما ذكرت لي، نقطة الجزاء هي كانت نقطة تحول بالمباراة. ضربة الجزاء الأولى لمصلحة النجمة كانت نقطة تحول لمصلحة الأنصار، بالشوط الثاني نقطة الجزاء كانت تحول بنتيجة اللقاء لمصلحة النجمة. فعلا نتحدث عن الدقيقة الخامسة، يعني هناك ثواني قليلة وقليلة جدا على نهاية اللقاء، ويطلق صافرته حسين أبو يحيى لفوز الأنصار عن النجمة. إنما أكرم مغربي اعتاد إنه يهز الشباك، وتحديدا على هالمرمى بالذات. هذا هو رئيس نادي الأنصار نبيل بدر عم بيحيي جمهور النجمة. سريعا اذا رح اذهب الى ارض ملعب المدينة الرياضية مع زميلنا ابراهيم وهبة وجائزة افضل لاعب بالمباراة. اغنية لانه قبل الخبر. اذا مشاهدينا عودة لكم لارض الملعب، اجواء رائعة فعلا. هيدا هو ديربي كرة القدم اللبنانية، لطالما دائما عم تنتهي باللحظات الأخيرة بثوانيها الأخيرة. أفضل لاعب بالمباراة اللاعب حسن مغنية حارس مرمى الأنصار، ألف مبروك حسن. بالوقت حسن، بس يعني بالوقت بس يعني للتوضيح بس انه التصويت صار قبل ما فريق النجم يعادل المباراه. حسن مغنيه افضل لاعب حسن، بس خليك يعني هون الروح الرياضيه عم تسود بين لاعبي النجم والانصار، على الرغم من لبنان. حسن انت افضل لاعب بالمباراه، بطل لبنان اخر ثاني بالمباراه، دائما عم بيصير هيك. اكيد هيدا اكيد هيدا سوء الحظ، لان اللي عم بيصير فينا هيك. اكيد الفريقين لعبوا ماتش كثير حلو، كان لازم نحن نربح بالمباراه لحتى نضلنا مكملين بالدوري على المضبوط، بس الحظ ما ساعدنا. واكيد الفريقين مثل ما عم بقول لك قدم مستوى كثير كثير منيح، يعني مستوى كثير جيد،
وهارداك للفريق ان شاء الله بنعوض بالمباراه الثانيه. هذه الجائزه طبعا من قناه الجديد وشركه جي جروب، الف مبروك من عند بيجلز حسن. حبيبي شكرا لك. اذا مشاهدينا الكرام، فريق النجمه يعني بدي ارجع اذكر انه التصويت صار وانتهى التصويت قبل الثواني الاخيره قبل ما فريق النجمه عادل النتيجه. لاعب فريق النجمه حسن المحمد واحد من اللاعبين يلي كان لهم دور باللحظات الاخيره عندما الامور كلها تغيرت لفريق النجمه. حسن، شو عم بيصير مع بمباراه النجمه والانصار انتم واللحظات الاخيره؟ اول شيء ماتش ديربي مثل هيدا الجمهور الحلو، هيدا احلى شيء بالفوتبول، هيدا عم بيرجع الفوتبول لعزه بلبنان. اما بالنسبه للمباراه، انا بعتقد نحن روحنا الماتش من ايدنا، خاصه اول شوط بس خليناهم بالمباراه وضيعنا فرصه اللي هي ضربه جزاء، بس هيدي امور الفوتبول. الحكم في بعض الاحيان كان ظالمنا، بس كمان طبيعه الفوتبول. بس الشيء المعيب، نادي بحجم نادي الانصار، اكيد نحن بنعرف نادي الانصار نادي كثير كبير، انا كثير بحترم هيدا النادي، بس الفوتبول كان عم يبدو انه يضيع وقت بالملعب، هيدا مش مسموح للديربي لماتش نجمي وانصار، اثنيناتهم فريقين كبار، الربحان بيكون عم بيلعب فوتبول ما بيضيع وقت، هيدا شيء مش لنادي الانصار، وان شاء الله نحن مع هيدا الجمهور وهيدا الروح، ان شاء الله النجمي بيرجع للدوري باسرع بعد ممكن بينافس على الدوري. شكرا لك حسن، وان شاء الله طبعا بنكون لنا لقاءات ثانيه. اذا مشاهدينا، الاجواء بارض الملعب فعلا هيدا هو ديربي الفوتبول اللبناني بين النجمي والانصار. بدي اذكر انه اللاعب حارس مرمى فريق النجمي الحارس احمد تكتوك كان له دور كثير كبير بهالمباراه بلقاء الديربي، وتصدى ايضا لضربه جزاء، ولكن حسن مغنيه كان له التصويت من قبل الخبراء بهالمباراه. اذا عوده لك حسن للاستديو التحليلي للمباراه. شكرا لك ابراهيم. ديربي كرة القدم اللبنانية الديربي 113 ينتهي اذا بالتعادل 1-1، ولم يتمكن الانصار من كسر عقدة النجمة وانتهت المباراة بالتعادل. ومن يضيع هذا الكم من الفرص كابتن جمال اكيد ممكن يتلقى هدف باي لحظة كيفما كانت الظروف الهدف. خلينا نشوف مشاهدينا كيف كانت نتائج التصويت لخبرائنا التسعة اللي بكل مباراة بيصوتوا معنا. طبعا مثل ما عم تتابعوا كان في 5 اصوات لحسن مغنيه حارس مرمى الانصار، صوت والصوت الاخير مش لحسن مغنيه، الصوت من الكابتن اسماعيل قرطام كان لحسن شعيتو شبريكو. هون بدي اوقف عند نقطه حكيها زميلنا ابراهيم وهبي انه التصويت كان قبل هدف التعادل للنجمه. انا بعتقد كابتن جمال انه التصويت حتى لو النجمه عادل كان سيذهب الى ربيع عطايا، او الى شو رايك؟ صحيح. يعني كان سيغير الهدف يعني بعد التعادل كان من الممكن تكون بين التكتوك وربيع عطايا، صح؟ لانه وحسن مغنيه صحيح، لكنه ربيع عطايا يبقى انه عمل مباراه من اجمل المباريات، من اجمل ما يكون. انا برايي انبسطنا كثير اليوم بهذا المستوى، لكنه اللي ما كمل له هلا المجهود الرائع اضاعته ضربه الجزاء. هون بينطلب منه دائما التركيز 90 دقيقه، لازم يعرف انه التركيز 90 دقيقه. بقى نحكي اكثر واكثر اكيد عن القمه، قمه كره القدم اللبنانيه بين الانصار والنجم التي انتهت بالتعادل 1-1، انما بعد وقفه اعلاني. 1-1 اذا مشاهدينا، انتهت مباراه القمه بين النجمي والانصار. النجمي يعجز عن الفوز للمره الثالثه هالموسم، والانصار يحقق نقطته الرابعه من 3 مباريات. كابتن جمال، اهم النقاط اللي بينحكى عنها لهلا تحليلك السريع لو سمحت سجلهم قدامك. تبديلات المدربين، في اشياء غريبه صارت بالتبديلات، ركلتين جزاء ضائعين وهدف بهدف. حقيقه العنوان الابرز الضعف الدفاعي عند الفريقين، عدم الانضباط الدفاعي، على العشوائية والفوضى عند الدفاعين، ونتيجة وفرص مثل هاي تنتهي ب1-1 هذا قليل. لو في كان نجاعة هجومية عند الفريقين كان ممكن بسوء المدافعين بالميلتين كان ممكن النتيجة تطلع بشكل أكبر. كمان بالنسبة للتغييرات خاصة من ميلة فريق النجمة، يعني النجمة كانوا محظوظين اليوم بصراحة انه تطلع المباراه بالتعادل بهذا الشكل دراماتيكي، كانوا محظوظين. الانصار كان ممكن يحسم المباراه بشكل بكير وبنتيجه اكبر، كانوا محظوظين انه قدروا عادلوا على اساس الظروف اللي صارت بالمباراه مع الفريق، خاصه من ناحيه التبديلات الاضطراريه واللي بعتقد اثرت على الفريق بشكل كثير كبير. يعني شفنا انه الكوتش تيتا فاليريو من اصل 3 تبديلات اجرى تبديلين دفاعيان، وبالاضافه لحسن محمد هو خسران، فيعني هذا بيعني انه حلوله كان مستنفذ تغييراته بالدقيقه 55، صحيح. فبالتالي يعني كان هذا معناته انه مش النادي النجمي اصبح بورطه، واحسن متفائلين ما توقع انه بهاللحظه الاخيره انه النجمي يطلع بنتيجه التعادل. فبعتقد كمان كان في هذا المستوى كان في اخطاء رغم انه كانت الظروف صعبه،
حتى كمان الكوتش زوران كان ممكن تبديلاته تكون بشكل افضل، لانه ما الموضوع انه تزيد عدد المدافعين باشراق حمزه عبود مع نصار على الجهه اليمنى. شفنا انه الهدف اللي تلقاه فريق الانصار كان في زياده، لكنه الانتشار كان خاطئ. يا ريت عارف بنقدر نشوف من عندك باسرع وقت هدف النجمه لنفرجي كم لاعب من الانصار كان في داخل منطقه الجزاء، انما كيف كانوا متمركزين بهالوقت. رح نروح لعند موسى لنشوف اول حاله تحليليه. صحيح. جمال رح تفرجينا اياها، وهي تحديدا عن الهدف الانصار. قال لك هذه كره فرصه للانصار، ونحكي فيها عن الانضباط الدفاعي عند النجمه. لاحظ هون، هاي حمزه هون، محمد قرحاني اللي هو ظهير ايسر بوسط الملعب، تحرك صحيح، سلم عمر عويضة. هون ربيع عطايا اللي كان عم يلعب بالطول وبالعرض بالمباراه، المفروض شرف يقرب صوبه او التكجي يرجع شوي، كان عم يستلم مرتاح، استلم. هون عم نحكي عن النجمه وكيف ما عم يضغطوا على اللاعبين، وكان في مساحات. لاحظ هذه المنطقه، لاحظ هون حمزه سلامي لازم يرجع. لاحظ هذه المنطقه عم تكون دائما فاضيه، حتى الرقابه على كان عم يعمل اللي بده ربيع عطايا. لاحظ هذه المنطقه، كان ممكن يمرر، هو راوغ ولا شمس، بس كان ممكن يمرر. لاحظ دائما مناطق فاضيه، الرقابه خطا، عمل منها فرصه للكوجوك شوت. لو كان متوقع قبل شبريكو كان ممكن يجي يتسجل منها هدف. جمال بدي تبقى مطرح ما انت، لنروح لعند عارف على الكنترول لحتى نشوف نحن وياه شغله ثانيه، وهي هدف النجمه، هدف التعادل للنجمه. طبعا عم نشوفه امامنا، لاحظ الكثافه العدديه، ومعتز بالله الجنيدي دائما عم بيكون. خلينا نرجع لورا شوي عارف، ونعمل نوقف على من بعدها بيعطينا يا موسى اذا بدك، كمان ممكن موسى يعطينا بعد شوي. طبعا لاحظ خلينا هون نوقف عارف شوي. هون حمزه عبود لعب تمريره خاطئه، هون معتز بالله الجنيدي كثير عامل عمق، ثلاث لاعبين من النجم هن فاضيين، ما في عليهم رقابه، استلم موبايل اكرم المغربي وقدر يسجل هدف التعادل. هون عم نشوف في كثافه عدديه للاعيبه الانصار، بس مش كافيه، لكنه حتى الكثافه العدديه مش منتشره او بتموضع سليم بعرض منطقه الجزاء، كان بشكل طولي اغلبهم. خانس ابو صالح معتز عم يعمل عمق دفاعي. هون عم نشوف حاله لقرحاني كمان بالارض، يمكن كان اصيب بهذه الكره. خلينا نروح، هيدي اذا هدف النجمه. شو عم لاحظ؟ لاحظ هون، لاحظ معتز دائما عم بيكون مؤخر. لاحظ هون لاعبين النجمه فارغين، هون بدنا نشير على انه قرحاني بالارض. رح نشوف طبعا بحالات تحكيميه باوف سايد اذا كان هناك خطا عبود كمان على قرحاني او لا، وبعده كمان معتز بالله الجنيدي مؤخر. المفروض كانت لو الانتشار افضل للاعيبه الانصار بداخل منطقه الجزاء كان ممكن يكون بشكل سليم، لكنه هون عم نشوف انجراف هجومي للنجمه. هذا بيتر اللي انطلق، يعني بيتر اللي كان بمنطقه الجزاء، يعني اقل شيء كابتن جمال بالدقيقه 95 يكون صحيح في انجراف. لاحظ اربع لاعبين حط بعض، لعيبه نجمه 4-4 هون داخل منطقه الجزاء، هذا خطا انصاري. كابتن جمال بدنا نشوف بعد من الاستديو ضربه الجزاء للانصار اللي ضيعها ربيع عطايا، مثل ما كانت تحول بالمباراة. صحيح. الكرة اللي صدى مغنية، كانت تحول أيضا الكرة. صحيح. اللي صدى تكتوك جاهزة بعد شوي. مع الإشادة أنه خالد تكجي قدم مباراة جيدة خاصة بالشوط الأول، الشوط الثاني شفناه غاب كثير. ربيع عطايا على مدار الشوطين قدم مباراة كثير كبيرة، في كثير لعيبة نزلوا بالشوط الثاني خصوصا بمنتصف الشوط الثاني. صحيح، يعني اللعب ريمي شفناه كان المفروض يكون اكثر نشاطا اكثر سرعه، هي يبدو انه مش جاهز. تبديل عمر عويضه كمان، لانه يمكن اول مباراه بيلعبها، بس عمر كان عامل نقطه ارتكاز بالفريق وصمام الامان خاصه الكره اللي حقيقة الفريق. عمر وعطوي، يعني محمد عطوي عمل شغل يعني واضح الانسجام بين عطوي وربيع. صحيح، وربيع عطوي خلينا نشوف سهلوا كثير شغله لربيع. طبعا عم نشوف ضربه الجزاء اللي احتسبت، طبعا تكتوك يعني يسجل له انه غير مجرى المباراة تماما. هون ركلة الجزاء بفرجونا اياها الشباب من الكنترول كيف صارت ركلة جزاء، بعتقد لا غبار عليها، الأولى أيضا لا غبار عليها. ما بعرف تحرك التكتوك على صد الكرة قديش سليم، يعني قديش هو صحيح. عم بحكي الحالي، حصول ركلة الجزاء. صحيح، لكن عم بحكي على تحرك التكتوك، يمكن ما بعرف عم نشوفها. هيدي هي ركلة الجزاء، واضح انه التكتوك مثل ما صار بمغنيه عمل الغلطه وصلحها، مغنيه كمان عمل الغلطه وصلحها. ركله جزاء كابتن، صحيح لا غبار عليها على اجرين اللاعب.
مباراة بشكل عام كانت دراماتيكة، وبرجع بقول لك العنوان العام فيها الأساسي هو مش بس إنه في دفاعات ضعيفة، الانضباط الدفاعي، الانتشار الدفاعي، التموضع الدفاعي، التكتيك الدفاعي إذا بدنا نسميه، لأنه بالفوتبول ما في شيء اسمه تكتيك، بس نحن نمشي بالمصطلحات، سيء جدا عند الفريقين. هل كان في شيء من الفوضى ببعض كتير. المحلات، وخصوصا اسمح لي أسأل هالنقطة وهي على الأنصار تحديدا، مش بهالمباراة بس، بكل المباريات، وكأنه المعتز وأنس أبو صالح عم يلعبوا نفس الدور، وكأنه شخص واحد بدل ما يكونوا شخصين بالملعب. صحيح. صحيح. يعني كأنه الأنصار خسران لاعب. هذا توصيف حقيقي وأنا بوافق على 100%، لأنه اثنينتهم ما عم بيكونوا عم بيكملوا بعض كتوليفة لخط الدفاع، عم بيكون هل دايماً. هل هناك خطأ لمصلحة قرحاني؟ شفنا أنه طلع الدم أصيب برأسه. يعني أصيب القرحاني، وفي الكوع اليمنى لبلانيتش على رأس القرحاني، على الأرجح في خطأ، أنما اسمحوا لنا نتركها لأوفسايد ونعالجها كما يجب وندرسها مزبوط وبكون لنا رأي، بس يبدو على الأرجح أنه في خطأ لمصلحة الأنصار. صحيح. برجع بقول لك فريق الأنصار رغم اللي عم نحكي أنه التنظيم الدفاعي، ولكنه بشكل عام قدم مباراة أنا برأيي على مدار الشوطين يعتبر 11 لبناني، خلينا نتذكر كان أفضل 13 لبناني، أفضل مباراة وكان بيستحق الفوز. كان بيستحق الفوز. بالنجمة بفترات كثيرة من المباراة تاه وضاع، ولقى حاله يمكن بآخر 5 دقائق قدر يسجل، وهيدا عالم كرة القدم. هذا اللي بنقوله أنه أنت لازم تكون دائما الفريق بأعلى مستوى، وقت ما بيكون بفترة عم بيمر بفترة جيدة مثل النجمة بالفترة الجيدة اللي اجته فيه ضربة جزاء كان لازم يسجل ويتقدم. كذلك الأمر الأنصار وقت ما عاش فترات جيدة بالمباراة حوالي الشوط الثاني كاملا ما قدر سجل، ارتفع ثمنها تلقى هدف. شكرا كابتن جمال الحاج محلل قناة الجديد. الأهم بنظري بهالمباراة هو من وقت طويل ما شفنا مباراة ليلية بكرة القدم اللبنانية. الجميل أنه الفريقين قدموا لنا مباراة ممتعة، اللي بدعي جمهور النجمة، جمهور الأنصار، جمهور العهد، جمهور التضامن الاجتماعي، ريسينج، السلام، كل الأندية بدون استثناء آمنوا بفرقكم، آمنوا بالفوتبول اللبناني. عم تشوفوا أنه يوم عن يوم عم يتطور وقادين نروح كلنا سوا نحو الأحسن. خلينا نذكر نحن وياكم مشاهدينا نتائج اليوم الأول من الجولة الثالثة من دوري ألفا. طرابلس كان عم يتلقى خسارته الثالثة اليوم تواليا أمام النبي شيت هالمرة 1-0. الأنصار الجميع عم يتعادل 1-1. غدا مباراة وحيدة بدوري ألفا بالأسبوع الثالث، الساعة 5:15 مباشرة على شاشة الجديد. الصفا يستضيف الريسينج في مباراة متوقعة مثيرة. الأحد رح يكون في 3 مباريات. إخاء الأهلي علي بيلعب مع شباب الساحل ببحمدون. سلام زغرتا بيلعب مع التضامن سور، مباراة قوية جدا أيضا بالمرداشية 3:30. وابتداء من الساعة 3:15 على شاشة الجديد العهد يستضيف الاجتماعي بمباراة منقولة على الهواء مباشرة. لهون بيكون لقائنا الكروي الممتع على شاشة الجديد انتهى. ملتقانا الثاني مشاهدينا إذن بكرة الساعة 5:15. إلى اللقاء.